السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهارده هنكمل السكيم بتاعة الفالفرال هارت احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت اه تقريبا أنا قلت في السكيم هو الإتيولوجي بس والهيموداينامكس، قلنا الإتيولوجي كويس جدا جدا وأنا أعتقد إن أنت في أي مرض هنيجي نشرحه بعد كده لما أجي أقول الإتيولوجي أنتوا نفسكم هتقولوا لي لا أه ما تقولهاش، ليه يا جماعة ضميري هتقولوا ردوا عليا وتقولوا لي الضمير اتخلق على أصحاب النفوس الضعيفة، لان بكل بساطه احنا اوريدي عارفين الاتيولوجي ولكن عمر ما كانت الحياه بالسهوله دي وعمر ما كان الطب بالبساطه دي ليه لان في كل مرض هيبقى فيه لازم تعرف معلومه مهمه جدا ايه الموست وايه كمان السببين اللي اللي بره السكيم معايا في الام اس كيو لازم تعرف الموست كومن وفي ال... وعلى فكره الموست كومن دي خليناها المره اللي فاتت لان قلت لك تقريبا كل الامراض اللي في الشمال تحديدا سواء استنوزس او ريجاجي بيبقى الموست كومن بتاعها هو روماتيك 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 بس خد بالك النسب مختلفه وخد بالك في مرض كان الموست كومن مش روماتيك وعشان كده انا شخصيا لما بحط اسئله ام اس مش هاجي عمري ما هاجي في الامتحان مثلا اقول لك ذا موست كومن كوز ميترال ستنوزس از ايه لان عارف ان كل مصر عارفه ان هو ايه روماتيك بنسبه فوق 90 99% و9 من عشره روماتيك فيفر لكن هاجي اقول لك مثلا ستنوزس لان الموست كومن كوزو في ستنوزس قلنا مش روماتيك بالذات فين بقى؟ في سويسرا فاكرين وفي الناس الكبار في السن فبكل بساطه هاجي اقول لك واحد عنده مثلا في العقد الثامن من العمر، واحد عنده في السبعينات مثلا وعنده اورتك ستنوز ذا موست كومن كوز از واجيب لك اول اختيار روماتيك وطبعا هتطلع غلط لان اول اختيار او قلنا الموست كومن هو ايه قلنا بقى المره اللي فاتت قلنا كالسيفيكيشن اللي هو ديجنراتيف كالسيفيكيشن هو ده السبب رقم واحد اللي بيعمل اورتك ستنوز المهم ان في كل مرض لما نيجي نشرح كل مرض بالتفصيل هتعرف المعلومات دي لكن انا بقول سكين عشان تمسخ خيوط اللعبه في ايدك تمسخ خيوط اللعب في ايدك خد بالك بقى في النظري واهم حاجه كمان في العملي لان في العملي حاله الكارديولوجي ما هي الا بالفرار انت بالك وانا قلت لك قبل كده العملي ما هو الا السكيم اللي هو الفالفور هارت هتذاكر السكيم كويس قوي وهتذاكر المسرحيه ازاي ان انت تعمل اكزامينيشن تعمل المسرحيه صح معايا ولا مش معايا وعشان كده قلت لكم عمل مذكره اللي هي العملي من منظور اخر دي بالعربي وبطريقه حلمنتشيه جدا 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 ما اصل كتب العملي تقريبا كلهم زي بعض بنفس الطريقه انه انما ان الذي وتذاكرها كويس قوي في الاخر تلاقي نفسك برضو قاعد لمبي في الامتحان قدام ابو لهب في الامتحان تلاقي نفسك تايه كده وسهل يتلاعب بيك فعشان ما يتلعبش بيك هنحاول نذاكر المسرحيه كويس قوي وفي نفس ذات الوقت تبقى ماسك سكيم ديز كويس قوي يعني ايه سكيم يعني احنا هنقول كل الامراض مع بعض معايا عشان تبقى مجمعهم مع بعض فما يقدرش ان هو يتلاعب بيك في الامتحان، المهم المره اللي فاتت كنا قلنا الايتيولوجي وقلنا الهيموداينامكس وبالمناسبه قلت الهيموداينامكس لا يحفظ ولا يفهم ولكنه يستوعب، فاكر؟ هو مش محتاج يتفهم وهو طبعا ما يتحفظش لكن هو بيستوعب ورسمنا الرسمه وقلت لك لو جبنا واحد اي كيو شمبانزي اي كيو تلافيفلس قاعد من غير تلفيف في دماغه خالص هيقدر ان هو يالف الهيمو دينامكس. يلا بينا نكمل بس قبل ما نكمل كده تعالوا بسرعه اللي هو نمسك الموضوع كده بسرعه وعلى فكره السكيم بس هتخليك تحل تقريبا 80% من اسئله الام اس كيو مهما كانت صعوبتها خد بالك من اللي انا بقوله ده مهما كانت صعوبتها وبعد ما نخلص كل مرض انا نفسي هقول لك خلاص احنا كده خلصنا الام اس كيو نحل اسئلته الام اس كيو هقول لك روح حل اي ام اس كيو ان شاء الله من هات اي ام اس كيو في الدنيا هتعرف تحله كويس قوي طالما فاهم كويس قوي ماسك خيوط اللعبه كويس قوي وبرضه هنتمرن على اسئله مع بعض وبالمناسبه التطبيق الجديد التحديث الجديد ان شاء الله التطبيق اللي هتضافوا عليه كلكم هيبقى فيه اسئله ام اس كيو باستمرار وهيبقى فيه امتحانات مرتين في الاسبوع هتدخل هتحل هتعرف درجتك كل حاجه ودرجاتك بتوصل لي برضه عشان اعرف الدرجات وان شاء الله هيعجبكم جدا وهتذاكروا عليه بسهوله ويسر. المهم بقى كنا قلنا الايثيولوجي مش عايزه تاني ارجع بقى شوفه هتلاقيه نازل على التطبيق. قلنا الموست كومن هو روماتيك ما عدا اكتب كده بالعربي ما عدا اورتكستنوزس وعشان كده هو ده اللي بيجي في الامتحانات كتير قوي. خلاص؟ قلنا كونجنتال وقلنا كونجنتال دي هنبدا نشرحها في كل مرض. وان كان المره اللي فاتت قلت مثلا ميترال ستنوزس زي اليوتن بخر سندروم. ميترا ريجيرج قلنا ايلر دانلس وقلنا كمان في يعني هنبدا نقولهم في كذا مرات الاورتك بيبقى باي كاسبت وهكذا يعني المهم الكولاجين اه طبعا اه طبعا لنا موعد ولقاء في الروماتولوجي وهقول لك في الروماتولوجي سواء بقى اي مرض روماتويد ارفرايتس سيستميك لوبس في مشاكل بره المفاصل طبعا اكسترا ارتيكولار من ضمن المفاصل دي هيبقى كاردياك وفي الكاردياك هقول لك بيحصل فالفولار هارت ديزيز اندوكاردايتس معايا ولا مش معايا اندوكاردايتس وتعمل فالفولار هارت ديزيز وهنبقى نشرحها اما نيجي ناخد الكولاجين ديزيز انما برضو لا تامن غدر الرؤساء الاقسام كارسينويد سندروم كارسينويد سندروم ده شرحناه المره اللي فاتت وده تيومر هتاخدوه في الجراحه وهناخده في البطن بيجي اكتر مثلا في الابندكس في الجي اي تي بيطلع سيروتونين طول ما هو تيومر مفيش مشكله ده اسمه كارسينويد ماس عاديه خالص طلع سيروتونين كتير على فكره برضو مفيش مشكله لان الليفر غالبا هيخلصنا منها لكن لو متاستسز للليفر والسيروتونين كتير قوي تجاوز قدرة الليفر على التخلص منها يقوم هذا السيروتونين الحقير يمشي 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 في الهباتيك فين يوصل للانفيريور فينا يقوم يصل للجانب الايمن ولا الجانب الايسر الجانب الايمن عشان كده الكارسينويد يجي اكتر في مين سؤال ام اس كيو هو ممكن يجي في الاثنين بس سرير جدا ان هو في الجانب الشمال يجي اكتر في الجانب الايه الايمن زي برضو اخواننا المدمنين معرضين للجانب الايمن اكتر واخد بالك لان انت هتدخل على الجانب العيني ترايكاسبيد <applause> اولا ثم البلموناري على فكره سؤال سيناريو انا حتى كاتب تيك كير ذا سيناريو ليه لان السيناريو ده احنا كنا قلنا المره اللي فاتت سيناريو مهم جدا 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 اللي هو طب هو دلوقتي الكارسينويد بيطلع سيروتونين كتير انتوا عارفين الكارسينويد لما ناخده بيعمل اعراض سيروتونين كتير قوي فبيعمل باز دايليتيشن وفلاشينج سيروتونين كتير قوي هنعرف انه بيعمل كمان دايريه تخيل لما يجي يقول لك واحد عنده اسهال وفلاشنج وهايبوتنشن وبعدين وبعدين يقولك عنده فالفيولار هارت ديزيز في الجانب الايمن من القلب فموست بروبابلي ايه موست بروبابلي هيبقى الكارسينويد سؤال كلكم هتحلوه دلوقتي وانت بتذاكر سكين انما في الاخر وانت قاعد في امتحان الام اس كيو كله داخل في بعضه اعتقد سؤال سخيف جدا ولا تامن غدر رؤساء الاقسام وخد بالك من الحته دي لان ده ليفل اسئله صعب قوي واخد بالك صعب ان هو يجي بس بيجي معايا كارسينويد ده وبعد كده قلنا ريلاتيف شرحناها المره اللي فاتت وقلت لك لو كان المرض ريجيرجن ريجرجن يعني انكومبتنس يعني بيفوت يعني ميتر ريجرج او اورتيك ريجيرج هنزود سببين قلناهم المره اللي فاتت انفكتيف اندوكاردايتس وسيرجيكال رحت تعمل عمليه كان الصمام ضيق خرجت من العمليه وسعه زياده عن اللزوم فحصل ريجيرج ولكن في كل مرض بنزود ايه سببين 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 لما اجي اشرح كل مرض هاجي مثلا اقول اورتيك ستنوزس هل هقول الكلام اللي فوق ده كله؟ لا، انما هركز على السببين دول. كالسيفيكيشن وهقول لك ده الموست كومن في اوروبا والدول المتقدمه وفي الكبار في السن ديجنراتيف كالسيفيكيشن وهنشرح بقى ديوباسيك هايبرتروفيك ساب نوع من انواع الكاردومايو بس هي اسمه هوكم هوكم اللي هو السبب رقم واحد في وفاه اخواننا الرياضيين عارف انت الرياضيين لعبت الكوره لما بيحصل صدن ديس بيبقى موست بروبابلي حاجه زي كده واخد بالك هنشرحه المره الجايه كويس جدا هشرح ما اشرح الاورتك يعني المهم في كل مرض بنزود سببين الهيموداينامكس اللي هعرفه قاعد على كتابه بيذاكر هيموداينامكس هعرفه واطلعه واجيبه واقتله عشان يبقى عبره لمن ايه يعتبر او لمن لا يعتبر وات المهم يبقى عبره وخلاص لان الهيموداينامكس حركه الدم الناتجه عن الاصابه بهذا المرض لا تحفظ ولا تفهم ولكنها ايه تستوعب انت واخد بالك؟ يعني هي ما بتتحفظش وفي نفس الوقت مش محتاجه تتفهم يا جماعه انت لو عندك خليتين مخ في دماغك يا جدع اقولها تاني والله اقولها تاني عشان اما اجي اشرح بقى الامراض مرض مرض الحاجات دي نقوم نعديها بسرعه نقول الجديد بس انت واخد بالك؟ فمثلا مثلا فين الـ ما نيجي هنا مثلا كده ده الايكو بتاع الفالفولار هارت هنقوله برضو عشان هو مش عليكو طبعا بس برضو ما ينفعش انت تبقى دارس كارديولوجي ومش عارف الايكو ما دام بدريه ما تجيب لك ايكو زي ده انت تبص له كده مش عارف ومش عارف اصلا انواع انواع الايكو ايه فهنبقى هندي بس هنت كده عنها في السكيم عشان تبقى عارفهم كويس عشان منظرك قدام مدام بدريه يعني الهيمو لا تحفظ ولا تفهم ولكنها ايه تستوعب يعني مثلا انا هقولها بسرعه لان قلتها المره اللي فاتت ده ايه القلب اهو وهنا في ايه الرئه بتاعتك اهي وهنا في البالمونري فين اللي هم عددهم اربعه تقريبا وهنا في البالمونري ارتري اللي خارج من الرايت فنتريكل بالله عليك لو انا قلت لك واحده ست جات لك بتقول اه يا ميترال يبقى الهيمو ايه؟ هيم يعني دم داينامكس يعني حركه حركه الدم الناتجه عن الاصابه بهذا المرض طب هو المرض ميترال الصمام ده ضيق لو جبت واحد تلاففلس قاعد في الحياه هيقول لك الصمام ضيق يبقى الدم مش هيعرف ايه ينزل من اللفت اتريم يقوم يستنى هنا يبقى اول مرحله بدريه هتقول ايه بقى آه هي زيادة الضغط في اللفت اتريم اللي هو رقم واحد لفت اتريال بريشر عالي وقلت لك إن في اللحظة دي أو في المرحلة دي هي مش, مش هتشتكي من حاجة ليه مش هتشتكي من حاجة؟ لأن الضغط لما يزيد في اللفت اتريم وإيه يعني؟ أولا ده مرض كرونيك صح بيفضل آلاف السنين أو بيقعد آلاف السنين فاللفت اتريم هيكبر شوية والضغط عمال يزيد إيه يعني؟ لو عيني شويه مش مش هتشك من حاجه خالص على فكره اسمبتوماتيك الا لو حظها عاسر في الحياه لو رجعت البيت افتر انفورميشن بعد ما الدكتور يقول لها يا مدام بدريه انت عندك مايترا ده اللي معلي الضغط شويه في الايكو في الليفت اتريوم بس الحمد لله ما فيش ولا عندها اعراض اسمبتوماتيك تقوم تفتح التلفزيون لما ترجع تلاقي فيلم ايه قلت لكم المره اللي فاتت الثلاثه يحبونها فاكر الثلاثه يحبونها فاتن حمامه ماتت بسبب الروماتيك فيفا وهي بتتفرج كده وعلى فكره في الاول برضو الدكتور قال لها ايه؟ آه، تبي زي الفل وما تخافيش وما فيش اي مشكله عبد الحفيظ حافظ قال عبد الحليم حافظ قال لها ما تخافيش وكان احمد رمزي ومش عارف مين ما التالت المهم ماتت في اخر الفيلم في المشهد اللي كلنا فاكرينه وقلت لكم عبله كامل دايما بتموت بسبب الروماتيك فهي ممكن تشتكي افتر انفورميشن طب المهم المرحله الثانيه ايه بقى الضغط هيزيد هنا ولا حاجه لكن لما الضغط يزيد هنا في الليفت اتريوم قول بقى قولوا يا بتاع المدارس يا متعلمين يا بتوع المدارس يا متعلمين الضغط راجع الدم راجع من اللنج معايا راجع 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 يقوم ما يلاقيش مكان هنا صح الليفت بيقول بيقوله ده انا مش قادر انزل الدم اللي عندي خليك زي ما انت يقوم يخليه زي ما هو يقوم تقوم بدريه تشتكي من المرحله الثانيه اللي هي لونج ايه كونجيشن وشرحنا اللونج كونجيشن المره اللي فاتت قلت لك احتقان الرئه بالدماغ اللي كانوا سبع حاجات ابسطهم ديسنيا مش قادره تاخد نفسها قف هيموبسيز على فكره ما تستهترش بيها لان الميترال سينوزس قد يعمل حاجه اسمها ماسيف هيموبسيس وهنبقى نفهم ليه لما نيجي نشرح الميترال وانفكشن المهم بدات تشتكي من احتقان الرئه بالدماغ الحاجات اللي احنا قلناها بقى المره اللي فاتت اللي اهمهم الاربعه هم سبعه قلناهم بس اهمهم اكزيرشنال ديسنيا الكف ريكورنت تشيست انفكشن هيموبسيس دي مهمه جدا 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 كان في حاجات ثانيه بقى بلورال افيوجن بالمونري ايديما فاكرين الكريبيتيشن صوت الشيشه ابريتاس الجميل الرومانسي الرقيق وشرحناه المره اللي فاتت لما الضغط يزيد هنا المرحله الثانيه تبقى المرحله الثالثه ايه هو انا محتاج اذاكر عشان اعرف المرحله الثالثه يا راجل اشاره مرور الدم واقف هنا العربيات واقفه هنا واشاره مرور طولت طولت قلت لكم في اشارات في مصر ما بتفتحش غير مرتين في الاسبوع فتطول تطول تلاقي العربيات واقفه في اخر الشارع وهو اخر الشارع ايه غير البلمونري هايبرتنشن لان العربية واقفه فين بقى هنا بلمونري ارتريولز رقم ثلاثة بالمونري تخيل لما بدرية تيجي تقول لك أنا عندي بالمونري هايبرتنشن والله العظيم أنت كدكتور لازم تقوم تاخدها في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهرها تقوم ما تشوفهاش تقول لك في يا دكتور؟ ده أنا أتحسن أنا أتحسنت على فكرة البلمونري هايبرتنشن تخلي الحالة تتحسن وما نيجي نشرح الميترال سنوزس هقول لك ليه وأنت عارف ليه بس هبقى أقول لك ليه بعدين ما نيجي نشرح الميترال فتيجي تقول لك يا دكتور أنا حاسس إن بدأ بدأت تقل وحاسه ان القف معاناتي مع اللنج كونجيشن بدات تقل شويه. معنى كده انها دخلت في بالموناري هايبرتنشن خدها في حضنك كده عشان دموعك زي ما قلنا تنزل ورا ظهرها تقوم ما تايه ما تبلهاش ما تقوم ما تحسهاش. ليه؟ لان البالموناري هايبرتنشن معنى كده اولا ملوش علاج. مفيش علاج في مرحله معينه هقولها مفيش علاج. على فكره البالموناري هايبرتنشن كده هيخلي السكه ممهده لا محاله نحو رايت سايدد هارد فيلير. رايت سايدد هارت فيلير على فكره في مرحله معينه ايفن لو غيرت الصمام هيفضل طول عمرها عندها البلموناري هايبرتنشن ده يا yeah. المهم المراحل انا الفتها من واقع ايه من واقع فهمي الفهمي يعني انا فاهم الموضوع مش لازم ان انا اقعد على الكتاب بقى الكلام ده ما تيجي تقول لي ريجرش. نفس الكلام يعني احنا قلنا المره اللي فاتت اورتيك ستنوزس اورتيك خلاص الكلام اقدر ان انا فاهم الموضوع اقدر اقول الهيموداينامكس وبالمناسبه الهيموداينامكس دايما كده حركة الدم الناتجة عن الإصابة بهذا المرض فدايما إيه آه بتبقى كده إحنا كده خلصنا الجزء الصغير جدا اللي قلناه المرة اللي فاتت عشان كده كنت بقوله بسرعة جدا تعالوا بقى نقول الجزء بتاع النهاردة بالراحة جدا 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 وركزوا بقى معايا لأنه والله العظيم اللي هيركز معايا دلوقتي بص بقى أولا مش هيذاكر عملي كارديولوجي يعني خلاص هيجي يقول أنا من النهاردة خلصت السكيم أنا مش مذاكر عملي كارديولوجي خالص أنا عايز بس أروح أشوف الحالات وأعمل المسرحية بإيدي وخلاص خلاص يا وانا هحاول اقول المسرحيه كمان واحنا ماشيين دلوقتي. خلاص يا اخوانا وعمره ما هيتلخبط. وانا عامل السكين دي مخصوص لاني شفت ابو لهب بيبقى واقف لك في الامتحان لا تامن غدر الرؤساء الاقسام. شفت الطالب المسكين ودايما دكاتره الكارديولوجي ودكاتره النيورو بيبقى الاورجازم بتاعه او مش الاورجازم اللي هي اللي اللي عايز اقول ايه المو... يعني بيحس ان هو مستمتع قوي وهو بيتلاعب بالطلبه. فيمسك الطالب في العملي واعرف عارف ان الطلبه معظمهم ايه؟ مفبرك كلمتين واي كلام ويلا يا عم واقلب و... فيجي يقوم ماسكه بقى هو الميترال سينوزس هو المرمر بيزيد بالانسبيريشن ولا بالاكسبيريشن؟ يقوم يقولوا له بالاكسبيريشن يا, إيه يا راجل لا لا يا دكتور بالانسبيريشن يا راجل لا لا يا دكتور لا لا ده هو انا اللي باخد نفس وانا بسمع يا راجل فيتلاعب بيك انا مش عايز كده يقول لك يا راجل يقول لك ده هتطلع من السكيم النهارده المفروض كده ماسك خيوط اللعبه كده انت ريش محلق في اجواء القاعه كذب معايا ونبدا من النهارده الهيموداينامكس خلاص كنا قلنا الكوبليه ده كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر الاول انا عايز اعرف ايه الكلينيكال بيكتشر في اي مرض من امراض الصمامات يعني لو واحده او واحد جالك وعنده اه يا صمامات اللي بايظه بغض النظر انت تقدر تقول الكلينيكال بيكتشر لان انت مذاكر هيموداينامكس يعني مثلا كلهم بيعملوا لانج كونجيشن صح يعني مثلا كلهم ممكن يعملوا بالمونري هايبرتنشن يعني مثلا كلهم ممكن يعملوا رايت سايد هارت فيلير في الاخر يعني ما انت هتبقى ذاكره الرايت سايد هارت فيلير هتقول اعراضه ايه كلهم بيعملوا ليفت سايد هارت فيلير ما عدا الميترال ستنوزس قلناها المره اللي فاتت وقلنا الليفت حالته احسن من الليفت بتاعه. انا الكلينيكال بيكتشر من هيموداينامكس حماده بالجنزبيل مش دي قضيتش انما اللي انا عايزك تعرفه ان في كل مرض يعني مثلا المرض الاول ميترال ستنوزس يبقى لازم تكون واخد بالك من حاجتين ومن لطف الاقدار بينا ان الحاجتين حاجه بالام وحاجه بالاس ما تسمعونا زغروطه بقى ما انتوا ما زغرتوش دلوقتي طب هتتنيلوا زغرطوا انت حاجه بالام وحاجه بالاس اصل دول اللي هيجوا لك في الام اس كيو يعني الحاجه اللي بالام دي لو انت مش عارفها من النهارده لو رحت ذاكرت الميترال سونس مليون مره ممكن تنساها مالور فلاش انت واخد بالك؟ تلاقي في مالور تلاقي فيه كده انت عارف انا عايز اقولها بتشبيه هو مشهور قوي في السيستم كلوب بس, بس عايز اقولها انت عارف انا دايما بشبه تشبيه ممكن يعني احنا طبعا سطر غط على بعض واحنا جايين انتوا زي اخواتي الصغيرين وفي ميل كليه الطب زي اخواتي الكبار عامل زي الميك اب بتاع في ميل كليه الطب بالظبط انت عارف في ميل كليه الطب بيبقوا مستعجلين عشان مذاكره وطب وبتاع فدايما بتلاقي في كورتين حمر هنا كده مش عارف تشوف المنظر ده في الراوندات ولا لا تلاقي في كورتين حمر هنا كده فكرتين حمر وكمان ساعات بتبقى ملغوصه مناخيرها بيسموها بتر فلاي ده في السيستمك لوبس هنا تلاقي في كورتين حمر هنا برضو حدودها محمره كده ده بسبب ايه؟ الميترال ستنوزس ممكن يعمل كده في المرحله الثالثه لما يحصل بالموناري هايبرتنشن تقريبا اي بالموناري هايبرتنشن بتلاقي فيه كولاترز هنا كده فاتحه تخلي الجزء ده محمر قوي كده وهنبقى نشرح الكلام ده في الميترال ستنوزس لما اجي اشرحه بالتفصيل في المرحله الثالثه بس اهم حاجه بقى وانا بشرح بالتفصيل هاجي اقول هشرح بقى الحاله وبدريه داخله علينا جت في الاول اسيمتوماتيك مرت الايام والليالي بدات لانج كونجيشن مرت الايام والليالي دخلت في اعراض البلمونري هايبرتنشن واشرحها بس مين فيكم هيفكرني ساعتها يقول لي يا يقول لي يا دكتور في المرحله الثالثه بنزود مالور لش انت واخد بالك والاس اللي هي ستيجز اللي هو بتحطهم على هي اربع مراحل ما ينفعش الميترال السنوزس لازم تحطولي في اربع مراحل المرحلة الأولى لسه قايلينها زيادة الإنترا إتريال بريشر، الثانية لانج كونجيشن، الثالثة اللي عليها جمجمة pulmonary هايبرتينشن والرابعة رايت سايد هارت فيلير. وقلنا العيانة ما تجيلك في المرحلة الأولى قشطة عادي، طب في المرحلة الثانية اه يعني ماشي عادي 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 هي طبعًا برضو لانج كونجيشن هتبقى طبعًا اه متضايقة جدًا من أو والحاجات دي ولكن قشطة يعني ماشي احنا لسه برضو إيه يا جماعة؟ انما في الثالثه لا ثالثه بالمونري هايبرتنشن انت لازم كطبيب تبذل قصارى جهدك ان هي ما تدخلش اصلا في المرحله الثالثه لانها لما تدخل منك في المرحله الثالثه حتى لو عالجتها في بعض في, في نص المرحله كده لو عالجتها برضه عمرها ما هترجع هيبقى عندها جايز الميترال سليم بس البالمونري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلير قد يكون طول العمر طب لو كان المرض اورتيك ستنوزس لما نيجي نشرح الاورتيك لازم تفتكر كلمه لاخر يوم في عمرك اورتك استنوزس اسمه ايه؟ اورتك استنوزس يبقى هنزود حاجه بالاي وحاجه بالاس لو ما زودتش حاجه بالاي وحاجه بالاس يبقى اكرم لك واشرف لك واحسن لك ما تقولش حاجه في الأورتكس استنوزس الاورتك استنوزس في الكلينيكال بيكتشر لازم ازود حاجه بالاي وحاجه بالإيه. يا راجل ده المرض اسمه اورتك استنوزس حاجه بالاي اللي هي ايه؟ انجنا انجنا هو المرض ده لو ما عملش انجنا طب مين اللي يعمل؟ يعني قولوا لي بس مين اللي كورنيال السر؟ يا راجل ده, ده لما ناخد الأورتكس هيبقى دوري بقى مش هقول الاورتيك بيعمل انجنا انما هقول لك الاورتيك بيعمل انجنا بثلاث ميكانيزمات بس اهم حاجه افتكر ان هو بيعمل انجنا وهقول لك ليه الحته دي مهمه والحاجه الثانيه سينكوب اسال سؤال للجماعه لاي اي حد يجاوبه يعني حتى الجماعه للاي كيو بتاعهم قليل هيجاوبوا السؤال ده جامد جدا 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 سؤال سهل بس ساعات بيجي في الام اس كيو تخيل هو الاورتيك ده يعمل انجن هنبقى نعرف ليه وان كان انت تقدر تالف يعني يعني يوم ما, ما نتكلمش خالص مع بعض هو اصلا لو انا رسمت ده الاورطه من هنا مثلا مجازا هو الكورونا بيطلع من هنا كده انت واخد بالك فلو عندك أورتكس نوزس يبقى كميه الدم اللي خارجه ايه قليله يعني فيبقى كميه الدم اللي هتمشي في الكورونا دي قليله برضه واخد بالك غير كمان اللي عنده أورتكس نوزس عضله القلب بتتخن فلما تتخن هتعوز هتحتاج اكسجين اكتر الاكسجين ديماند بيزيد هتجيب منين؟ وهو الانجن ايه غير توازن ما بين السبلاي والديماند؟ انت واخد بالك؟ غير كمان على فكره ان الاورتك سنوزز غالبا بيبقى معاه رجيرش والرجيرش برضه بيعمل انجن شفت بقى نوت وخراب ديار يعني المهم بقى انه بيعمل انجن وبيعمل سنكوب هذا السينكوب وانا فاتح المايكات عشان تجاوبوا مش عشان تتفرجوا عليه هذا السنكوب يمتاز بانه هقول لكم اختيارات اكزيرشنال سينكوب يعني بالمجهود ولا اترست ولا بوزيشنال يعني في مرض زي المكزومة بيعمل بوزيشنال تيجي بدنيه تقول لك يا دكتور انا في وضع معين بحس ان الدنيا مسوده في وشي وضغط زي المكزومة بتعمل كده اللي هو بناين تيومر في الاتريوم انما اكزيرشنال ولا اتريست؟ طبعا ايه؟ انت عندك اورطه ضيقه فكر فيها كده راجل عندك الاورطه ضيقه اهو فالدم ايه؟ بيطلع على فكره انت مش ابو تريكه يعني انت مش محمد صلاح لو بتلعب في ليفربول انت بتذاكر بطنه تاخد بالك اخر رياضه بتعمل اخر مجهود بتلعبه ايه يعني تلعب طاوله او ترمي ظهر كده فهو انت مش محتاج برضو في معظم حالات الاورتيك عادي يعني انما لما تبذل مجهود تقوم تتفضح عشان كده العيانه تيجي تقول لك ايه بقى دكتور انا عندي بس ما ببذل بطلع ضوء الاقي نفسي الدنيا سودت في وشي وقعت سينكوب اكزيبشنال سينكوب لان في سنكوب اتريست هناخده في الاريزبي وفي بوزيشنال سينكوب مع المجزومه انما ده سينكوب ايه يا جماعه يمتاز بانه اكزيرشنال لا ملخص الكلام بقى ان الأورتكسنوزس ستنوزس لازم لاخر يوم في عمرك يجي صدى صوت يقول لك ايه, إيه اس، اي اس اي اس اي اس اس انجنا وسينكوب تقوم تدخل امتحان الام اس كيو يجي السؤال الجسر الفاست يقول لك واحده ست عندها كونجست عندها هارت فيلير انت واخد بالك ومع الهارت فيلير عندها بيجي لها انجنا وسينكوب ما تكملش لما يجي السؤال ده في ام اس كيو تشوف انجن مع سينكوب روح يا انت عندك اورتكس روس وهو لو الاورتكس ده حتى بالاي والاس طبعا انا في السكيم بحاول ابسط الامور قوي يعني اورتكس يعني طالب الدولس اللي بيتفرج علينا دلوقتي هيفضل طول عمره فاكر اي اس اورتكس روس انجن او سينكوب. يوم ما يشوفها في الام اس كيو مش هيكمل على طول اورتكس روس انت واخد بالك في الطريقه الرأسية لما نيجي نشرح كل صمام بقى يعني هنيجي نشرح الاورتكس روس لوحده اولا هاجي اقول الاتيولوجي هتقولي لا آه ما تقولوش ما احنا عارفينه من السكيم واهم سبب كالسيفيكيشن وبعدين هتقول لي هتلاقي الاسباب طلعت معاك طب واخد بالك الهيموداينامكس إه ارسم الرسمه واتكلم بمخك هنيجي في الكلينيكال بيكتشر انجن او ايه وسينكوب نرجع تاني للموضوع بتاعنا طب لو كان المرض ركز بقى في الحته اللي انا هقولها دي عشان ما تنساش لو كان المرض اسمع الكلمه دي ريجيرجن ريجيرجن لو كان المرض رجيرج او كومبتنس اني ريجرج سواء ميتر ريجرج او اورتيك ريجرج هيشتكي هذا العيان في ريجرج هنفهم رجيرج دي بتعمل حاجه اسمها فوليوم اوفرلود فوليوم اوفرلود والفوليوم اوفرلود لما نيجي نشرحه وان كان انت مستوعب ليه بس انا بنقوله أه وكنت على فكره دي هنت عنه في السكيم المره اللي فاتت المهم في فوليوم اوفرلود الفوليوم اوفرلود ده يعمل ايه؟ تيجي ميرفت تقول لك يا دكتور أنا بدخل انام كده على احس جسمي كله بينبض كده انت واخد بالك؟ وفي بالبيتيشن فبالبيتيشن وجنرال ثروبنج دي مهمه جدا في اي ريجيرج على فكره جنرال ثروبنج جسمي كله بينبض وفي بالبيتيشن ولو كان المرض اورتك ريجيرج اورتك كريجش اه هنا بقى في الاورتك كريجش هنزود ايه؟ بريفرال ساينز اوف اورتك ريجيرج تقريبا في العملي دي من اهم الحاجات ايه البريفرال ساينز دي؟ اللي هو تديني ايدك ورجلك ورقبتك وراسك اعرف انت اورتك ريجيرش ولا لا خصوصا ان المرمر بتاع الاورتك ريجيرش ممكن ما تسمعوش قوي يعني انت عشان تسمعه محتاجة برضو دكتور يبقى سمع مليون مره وغالبا انت اول سنه في نيابتك والله ما تعرف تسمعه كويس واوعى تقول لي في العملي ده انا سمعت اورتك ريجيرش يا حبيبي العملي الموضوع مختلف في العملي برضه مش هتسمعه على فكره وبيبقى بالايحاء الا في حالتين ثلاثه كده هتسمعه وهيبقى عامل ازاي بقى؟ انت عارف الصوت الطبيعي لبضب 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 ده هي عامل لبضح 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 الها دي ولما تيجي تتحرك كده ليه طريقه كل ما تطلع لفوق تلاقيه لب لبضح 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 ولما تطلع فوق بقى هنا في الثيرد آه ليفت انتركوسال سبيس يبقى لب مش بالحاء مش عايز اقول هنا المهم بدل لبضه لبضح وبعدين لبضي البلخه دي مش هتسمعها غير في الاطفال بس انما في الكبار الميرمر بيبقى ايه محتاج ودن حلوه عشان تسمع الاورتك ريجش انت واخد بالك فانت ما بيدخل في الحاله هو عايز يشوف تكنيك وعارف انت كطالب لسه وايت كوتد موفينج مايكرو اورجانيزم عمره ما هيسمع ميرمر أو في اورتك ريجش احنا بنهرج يعني الا بقى لو العيان قال لك فيسالك فين بقى في البريفرال ساينس بريفرال ساينس لما نيجي نشرح الاورتك هنشرحهم كويس جدا عددهم كام طالب الدولسي بقول له عددهم تسعة طب الطالب هنتريش الطب المحلق في اجواء القاعه بقول عددهم 12 انت واخد بالك يعني في ثلاثه ما بقولهمش الا للطالب الهنتريش الطالب الدولسي بقول له انت بالنسبه لك تسعه وتبوس ايدك وش وظهر كفايه قوي وحلوين جدا جدا ولكن في الاونه الاخيره في الام ممكن يصعبوا شويه او في الشفوي لان انت في الشفوي هو مش حافظ الكلام بالظبط يعني اللي موجود في الكتب هو ممكن عادي جدا يلاقيك هنتريش محلق يقول لك بص انا لازم برضو حتى لو هديك الدرجه النهائيه بس يقول انا لازم الطالب يطلع من عندي منكسر كذا يوم سالك في الصاين انت ممكن ما تعفعش. واعرف ان الطلبه كلهم حافظين ثلاثة 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 في الرقبة ثلاثة في الإيد ثلاثة في الرجل يقوم سألك في ساين من بقى الثلاثة التانيين اللي أنا هقولهم للطالب الهنتريش يومي يلاقيك عارفها يوم يجي له أورتك ريجرج وهو قاعد كذا فالأورتك ريجرج الطالب الدولسي هيذاكر تسعة ويبوس إيده وشه وضهر إنما لما أجي أشرح الأورتك ريجرج حد يقول لي لا يا دكتور أنا عايز أبقى هنتريش محلط خلاص هنزود لك كمان ثلاثة خلاص يبقوا 12 بالنسبة لك دي كلينيكال بيكتشر تاني مايترالست مالر وستيجز اورتك ستنوزس انجنا وسينكو آه آه اني اورطا اني رجرج طبعا اني اورطا اه اني اورطا يعني حتى الاورتك رجرج هنزود انجنا كمان انت واخد بالك يعني اورتك ستنوزس او اورتك رجرج يا راجل في ايه يبقى في انجنا اورتك رجرج بيعمل انجنا طبعا طبعا تقدر انت يعني لو مذاكر فيسيولوجي كويس هنقول يعني ما نيجي نشرح بس انتوا عارفين ليه طبعا ده بلاد بلاد بريشر بيبقى قليل قوي في الاورتك رجرج وهي الكورونا اللي بتتملي اكتر فين في الدايستول واخد بالك يعني الأورت ريجرج هنزود 9 لو انت دول سي 12 لو انت هنتريش ونيجي بقى للجزء العملي وركز بقى معايا تركيز غير عادي لان هو ده والله العظيم سيبك بقى من الامتحان النظري كمان طبعا في النظري في الام اس اسخف موضوع في الام بتاعه هو الفيلفر هارت ديز ولما نيجي نحل لو انت تعرف طالب يعني اكيد برضه هتعرف طلبه ايه اللي هو الطالب اللي ايه اللي هو اي كيو شمبانزي برضو اللي هو بيذاكر ازاي بقى بص انا بذاكر من طرق 1900 وخمسة ليه هي ايه برجع بيتي خدت الاورت سنوز برجع ذاكر ثاني يوم خدت الاورت برجع ذاكرة ثالث يوم الميترا برجع ذاك تراي البلموناري برجع ذاكرهم ويطالب ايه وقاعد يذاكر ويحط الفوت في فوت المهرجه الهندي بيذاكر مهرجه هندي بيذاكر بعد ما خلص الفالفولار انا هديك كام سؤال ام اس كيو اللي بييجوا هتلاقيه مش عارف حلو ولا سؤال امال فين المذاكره وفين لان كله بيدخل في بعضه فعشان كده عايزك تركز جدا في الجزء اللي انا هقوله دلوقتي سواء في العمل وخصوصا بقى ان انت هتتسال مش بس ام اس كيو ده في ابو لهب واقف لك ففي توتر سنه كده تركز معايا في عندنا الكاردياك اكزامينيشن في العملي ايه؟ كاردياك اكزامينيشن ما هو الا ايه انسبكشن وبالبيشن خد بالك في الكارديولوجي الاثنين بيتعملا سويا يعني في التشست في انسبكشن في بالبيشن في مش عارف انما هنا انسبكشن اند بالبيشن بيتعمل سويا مش هتبص كده لان الحاجات اللي بتبص عليها في العملي في الكارديولوجي يعني حاجات بديهيه يعني طبعا مسرحيه العمل هقول لك بقى بتبص ازاي لازم تبقى موازي للعيان تنزل كده من ايه من الجنب كده ما عدا لو بتشوف ريكورد الفيو بالج تيجي عند رجل العيان انما انت بتبقى واقف على شماله طبعا خلاص ولا يمينه شوف في, ايه؟ في ايه؟ ولا لا ايه تبقى واقف على يمين العيان اوعى تقف على شماله عشان الشيطان ما ياخدش درجه معاك تقف على ايه يمين العين تقوم باصص كده وتقول له اكتم نفسك حاجات هنبقى نقولها في العملي بقى تبص كده وتبقى موازي وتخليه يكتم نفسك حتى في العملي في مذكره العملي من منظور اخر هتلاقيني كاتب كده بال... وتزعق فيها قوي لان احنا كاتبين بالعربي بقى اللي هو اكتم نفسك اكتم نفسك يا استاذ ممدوح ولازم تزعق فيها وتقولها ثلاث مرات استاذ ممدوح ما ينفعش كده اكتم لان هو مش هيكتم نفسه في الامتحان لانه مش جاي يكشف عندك فانت قدام ابو لهب كده هو بيشوفك بتعمل التس ازاي اكتم نفسك اكتم نفسك اكتم دي مهمه جدا جدا المهم مش دي قضيتي دلوقتي انسبكشن وبالبيشن وبعدين بيركشن بيركشن طبعا في الكارديولوجي ده يعني ملوش لازم قوي ملوش قيمه ده لو انت حظك عاسر في الحياه دخلت الواحد من 1900 خشبه يعني من ابو لحق يعني من 1900 يعني من زمان قوي انما البركاشن انا ما بحبش يعني ايه سيبك منه هنقوله بسرعه وخلاص انما الاسكالتيشن مهمه جدا دي اهم حاجه بقى الاسكالتيشن ولكن نبدا اول حاجه انسبكشن وبالبيشن في الانسبكشن والبلبيشن انت بتبص كده بصه بتحاول تطلع الايبكس انت واخد بالك بتطلع الايبكس ازاي في العمل هنقول المرحوم بيبقى قاعد قدامك او العيان ممدوح نايم كده وانت بتنزل كده وتبص وتقول له ممدوح لا اكتم نفسك اه لا 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 ممدوح ما ينفعش كده لا اكتم نفسك وتبص وتزعق جامد و... وتنزل كده تشوف الايبكس لو شفته خلاص حظك ما شفتوش بتحط ايدك تحاول تحس بتحسه ازاي الاول مسرحيه عشان برضو تبقوا معايا بنحسه ازاي بنحسه بايدك ولا برجلك بايدك اسمه ايبكس يبقى بالايبكس اوف ذا هاند مفيش حاجه اسمها ايبكس اوف ذا هاند يعني انا قصدي بالفينجر ايه تيبس تيجي كده بالاربع الاربع فينجر تيبس دول هو اللي في الاخر ديستال دي تقوم جاي يا جماعه تمشي ايدك على جنب الايه يعني انا عامله من فوق طبعا من تحت سبيس سبيس كده وتمشي ايدك كده وتحاول تحسه بالاندكس العقله بتاعه الاندكس لما تحسه شويه لو ما حسيتوش بالمناسبه هتلاقيني كاتب في مذكرة العملي من منظور اخر لو ما حسيتوش ودايما في العملي من منظور اخر بتعامل مع الطالب اللي ما بيحسش يعني اللي هو قاعد في الحياه ما حسيتوش هل ينفع تقول لابو لهب ما حسيتوش؟ لا طبعا لان انت انت على المسرحيه اعمل المسرحيه صح لازم في كوبليهين تعملهم استاذ ممدوح تعالى سنه شمال وهتلاقيني كاتب كده تعالى يا استاذ ممدوح سنه شمال لا, لا 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 يا ممدوح سنه واحده صغيره يعني لازم يجي سنه واحده صغيره لانه يعني اللي بيحصل بقى تعالى ممدوح سنه شمال يقوم هو بالذات لو انت مش مظبطه في اليوم نام على جنبه. طب انا نام على جنبه وانا اجيب الايبكس ازاي؟ هنزل تحت السرير؟ فلا لا لا ممدوح سنه واحده صغيره. يقوم يجي سنه واحده صغيره وتحس تاني ما حسيتوش. يقول له خرج نفس. ليه خرج نفس؟ هنفهم دلوقتي خلي الصوت ايه؟ شيل الهواء بقى كله من الرئه ما حسيتوش. في خطوه كده ساعات نقولها للعيان ابذل مجهود بدل. كانك دايس عجله حرك رجليك. تاخد بالك اكسرسايز عشان يزود يحاول خلينا نحسه ما حسيتوش ارفع راسك لفوق قوي قول ما حسيتوش انت بالك المهم بقى انا مش بصدد دلوقتي هتحسه ازاي ده يعني بنقوله بعدين حطيت ايدي كده على الايبكس وتحس لما نيجي نعلق على الايبكس بنعلق على كذا حاجه من ضمنهم الكاركتر اوف ايبكس هل الخبطه اللي انا حاسسها دي خبطه ضعيفه وسريعه وده الاحتمال الاول ركز بقى معايا عشان نفهم كل حاجه منين سلابينج ايبكس يعني ايه سلابينج ايبكس يعني خبطه اكتب كده بالعربي ضعيفه وسريعه شفت بقى ضعيفه وسريعه نفسي اعرف مين ابن اللذينة اللي سمى الاسم ده يعني انا بتخيل ساعات كده مع نفسي ال 1900 وخشبه علماء الكارديولوجي حسوا ايبكس حسوا حاجه ضعيفه وسريعه راحوا راحوا للراجل بتاع الاسامي قالوا له بتاع الاسامي على قهوه العلماء سنه 1900 خشبه بتاع الاسامي ده انا متخيله قاعد في رق في كورنر كده في القهوه قاعد شايش يا بتاع الاسامي يا بتاع الاسامي حاجه ضعيفه وسريعه نسميها ايه؟ قعد عم نفس كده وقال لي حاجه سريعه وضعيفه سريعه وضعيفه زي الاقلام سلابنج قالوا له ايه؟ القهوه كلها انا متخيل الوضع والله ايه؟ قالوا له قال له الإلام الاقلام ازاي يا بتاع الاسامي؟ قال لهم الاقلام تمتاز بانها ضعيفه مفيش حد بياخد بالقلم بيموت لما ممكن تاخد بوكس مثلا في حتة معينة أو شيء تموت. والإقلام ضعيف سريعة، أنت ممكن تدي واحد تك 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 تلاتة أربع إقلام في ثانية يعني. أنت واخد بالك؟ وخصوصا كمان بقى إن الألم كمان يمتاز بأنه إيه؟ اسمع بقى الكلمة دي وبيطرقع هنعرف إن السليبنج إيبيكس بيبقى فيه الفيرست هارت ساوند عالي، بنقرة. في نقرة، في بالبابل بول هارت ساوند، بيطرقع هنشرحها دلوقتي. حاجة ضعيفة وسريعة وبتطرقع سلابنج ايبكس يبقى اول احتمال انك تلاقي الايبكس سلابنج الاحتمال الثاني ان انا احط ايدي كده اقوم الاقيه سستيند يعني ايه ساستيند؟ يعني خبطه قويه بس ساستيند بتفضل معاك كده ساستيند قويه وبطيئه انت بالك؟ قويه وبطيئه يعني طق 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 خبطه شوف شوف ال اصل رقم ثلاثة بقى هايبر دايناميك ايبكس اللي هي خبطة ايه؟ قوية وسريعة. تك, تك, تك على فكرة انت ممكن في العملي ما تقدرش تحدد قوي هي سستيند ولا هايبر دايناميك، ما تقدرش تقول هي دي تاكي ولا ساعات بتحصل. يبقى المهم انا عندي فيه كام احتمال؟ ثلاث احتمالات يا اما سلابنج ايبكس يا سستيند ايبكس يا هايبر دايناميك ايبكس. احنا النهارده في سكيم صح؟ يعني مش لازم انا عايزك بس تبقى ماسك خيوط اللعبة في ايدك. ما يترس ستنوزس يبقى سليبنج خد بالك خد بالك ان انت على فكره يا جماعه والله البطنه دي اسهل حاجه هي اهم حاجه في البطنه تعرف ايه مش ليه ليه لان انت اصلا اما تذاكر بطنه كويس اي ظاهره حتى لو مش في البطنه اي ظاهره كونيه ما بيبقى في دماغك بطنه بتقدر تفسر ليه يعني انت لو انت مش عارف ايه طب عرفت ليه ليه ما انت مش هتقول ليه اصلا يعني تاخد بالك فاعرف ايه في الاول يعني اعرف ان الميترال بيعمل ايه سليبنج ايبكس بعد كده بقى لما يجي ابو لهب يسالك في الامتحان هو ليه عمل سليبنج قول له لان بكل بساطه حتى لو بتفكر معاه بصوت عالي قول له يا دكتور ارسم قلب كده يقوم رسم قلب اهو قول له فين الميترال فالف يقول لك اهو خلي دايما في الشفوي بنج ممكن تكنيك كده قول له يا دكتور ارسم قلب كده يقوم رسم قلب وديله قلم من عندك قول له يا دكتور ارسم لي قلب كده وبعدين سم الميترال فالف ماشي وبعدين قول له الميترال فالف لا كبر شويه عشان هو ضيق فلما يبقى ضيق شويه دم وقليلات الادب هما اللي بينزلوا هنا صح فيبقى شوية دم اللي بيطلعوا في الأورطة دم قليل فالخبطة ضعيفة طب طب ولما يبقى الدم قليل إيه اللي هيحصل بقى ريفلكس تاكي كارديا والسمباساتيك هيتفرج عليك ولا إيه ريفلكس تاكي كارديا فيبقى خبطة ضعيفة وسريعة طب ليه بالطرقة بالطرقة لأن انتوا مذاكرين مش عارف عارفين خدته قبل كده الاسكالتيشن طبعا الفيرست هارت ساوند ده وانا فاتح المايكات يا جماعه مين يعرف يقول ايه اللي بيزود يعمل اكسنتويتد فيرست ارت ساوند؟ اللي بيعلل الفيرست ارت ساوند هم ثلاث حاجات اكاد ادعي ان لا رابع لهما. في حاجات ثانيه بتبقى فاريبل ممكن الفيرست يعلى ويقل انما اللي بيعلل الفيرست ثلاث حاجات لا رابعة لهما. اول حاجه فيهم ميترال استنوزس، ثاني حاجه بالمناسبه تاكي كارديا، بس ممكن واحد يقول لك ايه لا ده اكتر من ثلاثة يفتح المذكرات الصفراء بقى اللي مكتوب ومش عارف اه اكسرسايز وهايبر ثايرو يا ابني ما كله تاكي كارديا انما تاكي كارديا باسبابها وميترال سنوزس وفي حاجه اسمها نودر بنقولها بعدين يعني ميترال بيعلي الفيرست اه اي ميترال اه ما عدا في حالات معينه لو حصل كالسيفيكيشن لو دبل انما الميترال ان اتسيلف بيعلي الفيرست وهنقول ليه لما نجي نشرح الميترال ايه ده يعلي الفيرست او تسمع الفيرست لوبتك لوبتك لبطب لبطب هتلاقي الفيرست عالج اقول لك على حاجه بيني وبينكم ده بيني وبينكم والله العظيم حالات العمل اللي انت هتجي لك في الامتحان كل حالات العمل اللي موجوده في كل الجامعات على فكره ما هم حالات العمل دي واحده على فكره هم اللي بيروحوا في كل الجامعات في السوق حاليا في الماركت حاليا ما فيش واحد فيهم عنده ميرمر اوف مايترال سينوسس خالص اقول لك والله العظيم خالص في في الاطفال بس بس في الكبار والله في تقول لي يعني ما بيدخلوش ما فيش حاله هتجن اقول لك لا ده انت كتير قوي ده هيدخلك في الامتحان ما طب هيسالك في ايه ما هو المربر مش مسموع اصلا هو غالبا هيبقى هيسالك في الفيرست ساوند او اقول لك على حاجه ثانيه تلاقي واحد داخل لك دبل مايترال فالمايترال ريجيرج مسموع بس العيان ده فكل الناس يقولوا يا دكتور ده الحاله مايترال غلط لان الحاله مايترال سنوز طب عرفت منين؟ إيه؟ مايترال بس لقيت الفيرست ساوند عالي كونكلونو او كونكلوجن ايه اللي انا عايزك تعرفه؟ ان الميترال سنوزس بيعلي الفيرست. ونبقى نعرف ليه لما نيجي نشرح الميترال سنوزس وان كان تقدر تالفها بس خلوها بعدين. تقول لي ايه؟ طب اقول لك على حاجه ثانيه والله العظيم يا جماعه لا تامن غدر الرؤساء الاقسام. من ضمن المسرحيات وانت قاعد في الشفوي كده او في العملي يجي الدكتور يقول لك حالتك ايه؟ بينه وبينكم هو أص... اللي بيمتحنك ده مش كليه زراعه قسم زخرفه. هو كان دكتور ويعني كان طالب زيك. بعرف اللي بيحصل بعرف ان انت ممكن تبقى عارف الحاله صح ودي اكتر حاجه تضر على فكره الطالب مش مش تفيده يبقى داخل معتمد ان انا عارف الحاله وخلاص ده كلام فارغ لان الدكتور اصلا ايه ما عارف يا ابني القصه دي كلها يعني مثلا ابسط حاجه يقول لك حالتك ايه تقول له كذا 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 ايه ما يترسونوس اصلا دكتور الفيرست عالي قوي عارف هيعمل ايه هيقوم رافع نظارته ونافخ دخان سيجاره في وشك ويحتسي قهوه عرفت منين ان الفيرست عالي بس اصل في هنا اجابتين اجابه مستفزه لو قلتها صفر اللي هو في طلبه بقى اللي هو ايه والله دكتور عرفت ودي على فكره اجابه صح بس مش طالب يقولها ايه خبرتي في الحياه يا دكتور لا ده مش الفرس الطبيعي شايف تعالى حضرتك اسمع كده الفرس لوب تك لوب دا عالي قوي وحياته هو هنا هيعرف ان انت بتهجص لان عرفت منين ان هو عالي في هنا اجابه هو عايز يسمعها ايه هي قول له يا دكتور تعالى كده حط ايدك هنا حط ايدك كده هنقول بنحطها ازاي لما نيجي نشرح العملي او يعني نشرح اللوكال اكزام حط ايدك هنا بالبابول فيرست ساوند معنى ان الفيرست ساوند بالبابول او تحس معنى كده ان هو عالي انت واخد بالك فعرفت منين ان هو عالي هو عايز يسمع كلمه بالبابول فيرست ساوند اول حاجه اول مثل عندنا اول ايبكس اتكلمنا عنه بتاع المي تروليسنوزس على فكره انا حابب الطالب بتاع السكيم السكيم ان احنا بنشرح سكيم يطلع بحاجه واحده بس ميترستنوزس يعمل سلابنج ايكس لما اجي اشرح بقى كل موضوع على حده يبقى يعرف بقى طيب ستنوزس يا راجل اس يبقى اس الثانيه بقى ساستينت وهنا بقى ما ينفعش تقول لي ليه لان ليه يا راجل ده انت لو جبت واحد طفل رضيع سنغالي يعني عارف طفل في طب السنغال بيتمططوا كده على الشجر هناك وبيحذفوا له موزه لما بيجيبوا والله لو جبت يعني طفل كده جبت واحد اي كيو تلفيفلس فلس خالص أورتكس سنوز صح واخد بالك اولا خبطه قويه ليه لان هنا الأفضل لود زايد قوي فبيبدأ كمان الجدار حتى ممكن ايه يا جماعه يتخن قوي فلما الجدار يتخن قوي ولسه انت في البدايه ما دخلتش في فيلي هيبقى الخبطه ايه طق طق خبطه قويه بتاخد وقت كتير على بال ما تخلص الايه تطلع الدم ده لان في أورتكس نوزس السكه مش قدامك بطاق. تطول قوي فيقولك لك تحط ايدك كده مش آه. زي الهايبر عايز بقى تعرف يعني ايه سستنت روح شوف الهايبر دايناميك اي ريجيرج مش احنا قلنا الرجرج العمليه مهايبرة ريجيرج مهيبره ومفوته حتى دايما اقول مفوته ومهيبره فمفوته ومهيبره دي تعمل هايبر دايناميك اكس تلاقي الخط طق 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 وعلى فكره دايما اقول للطلبه لو انت حسيته في الامتحان يبقى هو هايبر دايناميك لو ما حسيتوش غالبا هيبقى سليبنج لان سليبنج خبطه ضعيفه وايه؟ مش اي طالب بينه وبينكم يحسها كتير قوي اجيب حالات مايتراسونوز ما يبقاش الطالب اصلا ايه ما يعرفش ان ده يعني في اول مره بالذات لازم اقول له بص طب تعالى جنب شمال كده طب خليه يعمل إكسرسايز تقوم تحسه حلو الكلام ده في الايبكس بس يبقى الايبكس في اي حاجه خلاص سهل جدا يعني طبعا السطرين دول اسرائيليات ليه اسرائيليات لان هتلاقي مثلا إيه بالسيشن في السكند ليفت انتركوستال سبيس لو حصل بالمونري هايبرتنشن في كل الامراض كل الامراض بتعمل بالموناري هايبرتنشن لما ناخد البالمونري هايبرتنشن بالموناري اريا هنا فالبالموناري اريا لانها هنا هتلاقي في حته دي لو في بالمونري هايبرتنشن بالسيشن هنا كده بالموناري اريا في السكند ليفت انتركوستال سبيس كنا عارف هنبقى نقول الكلام ده في اللوكال اكزام لما بتنزل كده بصباعك كده تلاقي فيها حته بارزه كده شايف الحته البارزه دي لو زحلقت صباعك كده تنزل في حفره الحفره دي شمال ليفت انتركوستال سبيس يمين رايت انت كوسر سبيس سكند ليفت سكند انت كوسر سبيس دي الفالبالمونري اريا الليفت والسكند دي فيها الاورتيكولي المهم يعني بيبقى فيه ساينز اوف فينتريكولار انلارجمنت اه اللي احنا هنقولهم مع الهارت فيلير وانا قلت لك المره اللي فاتت على فكره ما قلتهمش ما شرحتهمش بس انا قلت لك عددهم لان انا بحب الطالب اللي ماسك خيوط اللعبه في ايده يعني تفضل والله العظيم لاخر يوم في عمرك بعد عمر طويل يعني 100 سنه وبتموت خلاص بتموت فيك ابو لهب وراك برضه يقول لك هو الليفت فينتركل اللي لو كبر كام حاجه؟ قول له ثلاث حاجات. انا اهم حاجه عندي تبقى عارف نوم ثلاثه. يوما ما ضميرك هيصحى هتعرف ايه هم الثلاثه دول. يوما ما. واخد بالك؟ انما الطالب بقى اللي قاعد يمسك لي بقى الحته دي استنى يا دكتور اقول لك ويجيب لي كلمه من الشرق كلمه من الغرب ده ممكن بسهوله جدا في الشفوي والدكتور يتلاعب بيك بسهوله جدا. لأنه ممكن تقول الثلاثه يقول لك وايه كمان؟ ما انا قلت لك بتوع الكارديولوجي هو بيحس بالاورجازم لما يتلاعب بالطلبه ويبقى من جواه عايز يموت على نفسه من ايوه يا ابني وايه كمان يوم الطالب يبدا يالف الاسبلين يا دكتور بيكبر هو ما اي كلام بقى بنقول اي كلام يعني انما في طالب لا لا ليفت فنتركل يا ابني كام حاجه ثلاث حاجات لا رابعه لهما هما يوم رفع نظرته قال لك طب وايه هما قول له الرايت فنتركل ست حاجات لا سابعه لهما ايه هما طيب قول له الاثنين لو كبروا مع بعض اوعى تقول تسعه سته برضه لا سابعه لا يقول لك ايه هما أقول له يا دكتور بقى حاضر اذاكرهم بس انت بس خيوط اللعب قول له ما انا مش عارفهم يا دكتور بس ايه في الدخله؟ دخله <applause> طبعا تعرفينهم جامد هنقولهم مليون بس المهم تبقى عارف اعدادهم معايا عشان لما اجي اشرح هارت فيلير اقول لك ايه هم بقى بيركشن لا 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 بيركشن اشرب عليه هو مبدئيا يعني لو قال لك بيركشن مش كلهم بيعملوا بالموناري هايبرتنشن هتيجي تخبط على البالمونري اريا هتلاقيها ضل بس لا لا لا, لا. لا. هو أنا عايزك تعرف في البركاشن حاجة واحدة بس على فكرة بس ليه؟ عشان لو واحد فيكو حظه عاسر في الحياة دخل لواحد من 1900 وخشبة، تعرف عارف في دكاترة مصريين للأسف وأعتقد أعتقد دول مش موجودين في أي حتة في العالم إلا ممكن في مصر. بعض الدكاترة ما عادش فيه الكلام ده الجيل بتاعنا ما عادش كده إنما في كان في الأجيال القديمة كده يعني إحنا أتربينا على إيدين الأجيال دي خد بالك اللي هو بتوع إيه؟ أنت في صحراء وطلع عليك أسد وعايز تشكك في هارت فيلير تشخصه عارف انت الاسئله دي اه والله اللي ف... هي بس انا فهو ده برضه ممكن يقول لك ايه بركاشن يا راجل ما في ايكو يقول لك لا انا متعقد منه لان على ايامنا ما كانوش اخترعوا الكهرباء فما كناش عارفين نشغل الايكو ازاي فبركاشن انت قاعد في الصحراء عارف الاسئله دي اللي هي الاسئله البضائيه الاسئله الدمعه دي <applause> فهيقول لك ايه البركاشن فاولا انا عايزك تكون عارف حاجه مهمه جدا لو المرض لو المرض خد بالك من النقطه دي لو كان لو كان لو انت بتعمل بركشن في الهارت في الهارت يبقى هيفي ولا لايت؟ انا فاتح المايكات هيفي ولا لايت؟ خليكم كلكم تجاوبوا هارت خبط كده خبطين اهو خبط جامد ولا بالراحه هارت اعمل ايه اكتر من كده ماشي هيفي خلاص انتوا بتكتبوا انا عايزكم كوي... ما عدا على فكره في البير اريا البير اريا هنا كده لا ما بيبقاش هيبقى طبعا لان البير اريا القلب اهو مش بتغطي عريان يعني مفيش شرق خالص فده كده اللي هو ايه اللي هو الهيفي طيب لو كان لونج لونج بالقل تبقى لايت بيركشن لايت ما عدا الباك عشان بقى نعرفهم كلهم يبقى الهارت هيفي طب اللونج لايت الليفر طبعا لما يقول لك ليفر دي قول له يا لئيم لان الليفر فيه هاير بوردر وفي لوور بوردر هاير بوردر هيفي percussion لوور بوردر لايت percussion ساعات بقى يقول لك ايه البطن زي ما الامريكان بيقولوا في كل طب امريكا البطن البطن تبقى لايت بس طبعا هم ما بيقولوش البطن ما في امريكا بيقولوا الابدومن الابدومن فتبقى لايت برضه. خلاص فهو يعني ده عشان لو حظك عاسر في الحياه دخلت الواحد عاسر في اللي في اللي في اللي من زمان قوي يعني خلاص انما بكده بقى نوصل لمين يا ولاد اوسكار عايز يا ابني تبقى حاجه في كارديولوجي اوسكولتيشن تفهموا بص هو انت ينفع تدخل نظري من غير ام سي كيو في الاوسكولتيشن طب هو انت في العملي على فكره في العملي مش لازم تسمع واللي يقول لك غير كده يبقى كداب انما تكون فاهم انت بتسمع ايه وتعمل المسرحيه صح عشان كده يا جماعه في مذاكره الع... انا هبعت لكم الصفحه دي والله بتاعه ال... الكارديولوجي اكزاميشن عملي من منظور اخر بس دي ما تطلعوهاش خالص لاني انا هتبقى مش سمعتي يعني انا كاتبها بطريقه ايه وانا بفكر طب الناس كلها يا جماعه كتب وللاسف العمل كله نقل من بعضه تلاقي نفس الكلام مفيش بقى طب اهو طب يا جماعه ما نعمل حاجه بقى يعني هعمل كتاب برضه تاني العمل هو اللوكال الاكزام وإنه تعمل كذا وده. وانه انما وان الذي وتلاقي برضه ناس تايهه في الاخر طب ليه بقى؟ والله انت ماسك كده ايه وبطريقه حاله بنتشيه اللي هو قلت بقى انا اتعامل مع ايه؟ اللي هو هنغير خالص النظام ده فتلاقي عمل مسرحيه ظريفه كده فتلاقي مسرحيه الاسكالتيشن مكتوبه كويس وهبعتها لكم النهارده على الجروب ان شاء الله ولكن تعالوا نبدأ الاوسكالتيشن بالراحة بقى. أسكالتيشن احنا هنعلق على كام حاجة؟ نورمال هارد ساوندز اديشنال ساوندز وأهم حاجة في الدنيا المرمر. كاتب أحمد موفي أحمد موافي زي ما الأمريكان بيقولوها في كلية طب أمريكا، وأقول لكم ليه هما دايماً في كلية طب أمريكا بيقولوا لهم كده. فبنعلق على ثلاث حاجات، نورمال هارد ساوندز كلكم عارفينه وكلكم سمعتوه لأن على الأقل سمعته على نفسك أول ما جبت السماعة. لكن في اديشنال ساوندز عمركم هتسمعوه بس يجي في الام اس كيو ويتسال في العمليه بس عمرك ما هتسمعه وفي مرمر لغط صوت اب نورمال فلو او بياخد برهه من الزمن مش مش صوت لحظي انت واخد بالك مرمر هنشرحه دلوقتي يبقى عندي ثلاث حاجات ابدا بالنورمال هارد ساوند ولا بالاديشنال ساوند ولا بالمرمر اللي انتوا عايزينه نبدا اول حاجه بالاديشنال ساوند وده مشروح على فكره في ال... هتلاقيني فرح... شرحه على التطبيق في الجزء بتاع الكلينيكال كده الاسكالتيشن وهنزله لوحده اللي عايز يعرفه بالتفصيل انما انا دلوقتي ه... هقوله بسرعه كده وانتم طبعا عارفينه يعني انما الاسكالتيشن بص يا مبدئيا بادئ ذي بدء احنا عندنا اربع صمامات الصمامات بتعمل صوت وهي بتقفل ولا هو هي بتفتح الباب بيعمل صوت الباب السليم بيعمل صوت وهو بيقفل يترزع ولا هو بيفتح وهو بيقفل يعني الصمام هو بيقفل ده اللي بيعمل الصوت يعني انت واخد بالك؟ في عندنا اسمع بقى الكلمه دي ده ايه اللي انا راسمه ده؟ ده فيرست ارت صوت خلاص وده ايه؟ ده الفيرست اللي بعديه طب وهنا في ايه؟ ده السكن ده بس وهنا سيستول وهنا ايه؟ ده يستول طبعا لاحظتوا حاجه ان السيستول اقصر من ده يستول. فاكر في الفسيولوجي اما كنت لسه صغير كنت داخل في سنه اولى طب دخل راجل كده قال يا جماعه كاردك سايكل وبعدين لما رسم الرسمه دي قال, قال, قال كلكم قلتوا الحمد لله او هو نفسه قال لكم قولوا سبحان الله او الحمد لله لان الحركه دي حلوه جدا ان يبقى ستول اقصر من الدايستول عشان تنجح في العملي ليه؟ لان الصوت ده الفيرست اهو وده السكند اهو وده الفيرست اللي بعديه هيبقى الصوت عامل ازاي اهو؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ لو جبت حمار قلت له فين الفيرست تارت ساوند؟ هيقول لك اول صوت في الكاب طب السكند اللي بعديه على طول، انت عارف لو كانوا قد بعض كنت هتسمع صوت كده صوت. لو عرفت فين الفيرست والسكند. طبعا في طلبه بتشوفهم بتشوفهم بتحس ان الدنيا لسه بخير، يعني تلاقي طالب يقول لك لا يا دكتور فيرست لب انما السكند دب وحياته يعني ده اللي هو <applause> طبعا وفي في التايمنج هنعرفها في بعد كده بس انت برضو بالنسبه انت راجل بتحكي في حاجات كتير قوي انجز بقى يعني الفيرست المهم مش ده مش ده موضوعي دلوقتي يعني انا هسال سؤال لو ما قلتهوش انا يعني ممكن يجي لي هارت فيلير وانا قاعد هو الفيرست هارت ساوند ده معمول بمين؟ مين اللي بيعمله؟ امم خرجت بره الموضوع شويه بس عشان ايه؟ عايز بس اوصل لكم معمول بمين؟ انتوا اللي برضه لسه احنا عايزين ناخد على بعض شويه يا جماعه تجاوبوا كده معايا انتوا لو شفتوا الفيديوهات حتى القديمه الناس بقى اللي قدام بنجاوب نسال وتلاقي وفي استفسارات انا يعني بحس ان انتوا برضه قاعدين لسه يعني قدام شويه مناخدار. معمول بمين؟ تور وحاجات ثانيه ثانيه كتير ميترال وترايكاسبد وحاجات ثانيه كتير طبعا بيقفلوا طبعا وده اللي يخلي الصوت على فكره ما بيبقاش طق بيبقى لوب لوب او لب 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 فبيبقى ايه ميترال وترايكاز وحاجات ثانيه كتير لما بعدين اللي هو صوت اللي هو بيكون تراكت الايجكشن اوف بلد البابيلاري مصر اللي مش عارف تعمل ايه المهم ميترال وترايكاز مين بيمشي طب السكند مين اللي بيعمله اورطا وبلموناري حلو الكلام؟ حلو الكلام عشان ما نيجي نشرح كل صمام بقى تبقى فاهم ايه اللي بيحصل اورطا وبلموناري وبس عشان كده السكند بيبقى الصوت عامل ازاي بقى لو انت ركزت قوي تلاقي الفيرست لوب طق طق بيترزع بس احيانا ما هو الاورطه بيقفل قبل البلمونري بشويه هنقول الكلام ده كمان شويه فلما تحط سماعتك هنا في البلمونري اريا تقوم تسمع صوت عامل زي بقى لوب مش طق لوب ترك لوب ترك لوب ترك لوب ترك ترك دي اللي هو اورطه وبلمونري بيقفلوا ورا بعض كده تسمع ترك طبعا انت عمرك ما تسمعها والله عمرك الا لو كل يوم لمده شهر تحط سماعتك كده هنا في البلمونري اريا هقول لكم تعملوا الحكايه دي كمان شويه وبعدين تحطها في اي حته ثانيه هتلاقي في فرق الفرق ده هتلقطه بعد شهر مش النهارده ولا بكره والله النهارده تقول الراجل ده بيقول اي كلام ده الصوت هنا هو هنا طب بكره هو هو طب بقى وطب خليه ياخد نفس طب خليه هو هو برضه او بالنسبه لك يعني كمان اسبوعين ثلاثه شهر كان في طالب المتوسط اللي ودنه مثلا اعمى البصر والبص او اعمى السمع والسمع المهم يعني ودنه كمان شهر فالمهم يبقى الفيرست مين اللي بيعمله؟ مايترا لوتراي كاسك، السكند مين اللي بيعمله؟ اورتا وبلمونجي، سهله ولا صعبه؟ سهله. عندك اربع صمامات بيقفلوا، انا عايز اعرف بقى كل صمام فيهم بسمعه فين؟ حلو واعرف امتى يزيد وامتى يقل الفيرست والسكند هارت ساوند عشان اما اجي اشرح كل موضوع بعد كده انه نبقى عارفين بص اولا انا هطلع بيكم بره الكارديولوجي كده شويه واقول تخيل لو انت دخلت اوضه اوضه او غرفه او او انا انا دخلت اوضه واقف هنا اهو وفي اربعه هنا بيتكلموا اربع افراد بيتكلموا مين الاربع افراد دول ده محمدين خلاص وده عوضين او عوضين يعني عشان يبقى الهوردة خلاص وده تحسينين او حسنين وخلاص ودي انجي فانا عايزك تتخيل معايا ان في اوضه فيها اربعه محمدين مع حسنين مع عوضين مع انجي والاربعه بيتكلموا يعني وانا وانا جيت دخلت عليهم الاوضه ولقيت الاربعه بيتكلموا عادي يعني بيتكلموا في اي موضوع على فكره باحترام يعني الفكر الاشتراكي مثلا ما بين حتميه الوجوديه واشكاليه الحداثه يعني هم قاعدين بيتكلموا مع بعض وانا دخلت كل الاربعه بيتكلموا مين اللي هتسمعه؟ بامانه انا عايزك تتخيل مين اللي هسمعه؟ يعني لو الاربعه بيتكلموا انت هتسمع مين فيهم؟ هل محمدين ولا حسنين ولا عوضين ولا انجي؟ هتسمعهم ردوا عليا هتسمعهم كلهم ما عدا انجي لان انجي صوتها ضعيف انجي يعني انا مش بقولك بقول لك الفه انا بقول لك انجي فهتسمعهم كلهم ما عدا مين؟ عدا انجي انجي ايه اللي هتبان وسط محمدين وحسنين وعوضين والدنيا بقى. يبقى اذا انا لو حطيت سماعتي في اي حته على صدر العين وهو هو في اربع صمامات عمالين يقفلوا والله العظيم هتسمعهم كلهم لو حطيت سماعتك في اي حته اقف في اي حته في الاوضه هتسمعهم كلهم ما عدا مين؟ انجي الوسيله الوحيده في الطب اللي تخليك تسمع انجي انك تروح تقف ايه جنب انجي شفت بقى خد بالك وانت واقف جنب انجي انت تسمع انجي وهتسمع كمان الثلاثه الباقيين محمدين وحسنين وعوضين وايوه يا عم وانجي ورحت وقفت جنب انجي والكلام ده اذا الكونكلوجن ايه او الكونكلوجن ايه ان عندما اقف في اي حته في الاوضه والله اكتب الكلمه دي بالعربي اكتب كده وانت يعني وكلمه تبقى فاكرها كده حطها قدامك كده انه الكونكلوجن عندما اقف في اي حته في الاوضه فانني بسمعهم كلهم ما عدا انجي وعندما اقف جنب انجي فانني هسمع انجي وهسمعهم كلهم بس <applause> هسمعهم كلهم ما عدا ايه؟ هسمعهم كلهم ما عدا انجي اللي في اي حته في الاوضه انما جنبي انجي هسمع كلهم بما فيهم ايه؟ بما فيهم انجي عايز تبقى حاجه في كارديولوجي دايما اقول الكلمه دي عايز تبقى حاجه في كارديولوجي عايز تبقى انت طب محلق لازم تجاوب على سؤال واحد بس مين انجي؟ مين انجي؟ هل الميترال ولا الترايكاسبت ولا الاورطه ولا البلموناري مين انجي؟ ان انجي ان البلموناري اريا هي انجي. عارف معنى كلامي ايه؟ ان لا يمكن اسمع البلموناري اريا غير وانا واقف فوق إيه وانا وانا واقف على إيه وانا واقف فوق البلموناري اريا وانا واقف جنب انجي فوق انجي. انت واخد بالك؟ لا يمكن تسمع البلموناري اريا الا لو اتحط سماعتك هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ عشان كده لما انا حطيت سماعتي في اي حتر حته في الصدر انا سمعت ايه؟ لب اللي هو اللوب الفيرست طق انما لو وقفت فوق انجي لما وقفت فوق البلمونري اريا سمعت صوت عامل زي بقى؟ لوب اسمع بقى ترك ترك لان هسمع الاورطه وبعدين البلمونري ده اللي اسمه سبليتنج وفي ايه يا جماعه؟ الاسبلتينج بتاع السكند هارب عشان كده يا جماعه ابو في الشفوي هو ما يهموش تلاقي طالب يحافظ بقى الحاله وبيبقى داخل الشفوي او العملي اي كيو شمبانزي على فكره الطالب ده ما يجيبش درجه لانه بيدخل ايه بقى؟ إيه هو حافظ وايد سبليت وايد سبليتنج سكند هارد ساوند طبعا انا كدكتور او, أو اي دكتور بيمتحنك مين بقى كده في, في في سره وايد سبليتنج ده انا يا ابني ده انا عشان اعرف الوايد سبليتنج ده انا قعدت تاني السنه في النيابه ولا تالت وايد سبليتنج او بر... وتلاقي طالب ايه بارادوكسيكال سبليتنج والله كنت اقول لفظ ما يصحش تلف حصه محترمه في محاضره محترمه بارادوكسيكال كمان انا هو حافظ بقى كلمتين وخلاص انما لا يا جماعه هو بيسالك عشان ايه؟ انت تكون حط سماعتك انت المسرحيه هنبقى نقولها بتدخل تحط سماعه على ايه؟ الايبكس. وانا على الايبكس الميتر اريا بعيد خالص عن انجي اهو هنا. يقوم قايل لك اخبار السكند هتساوي السبليتنج ايه؟ يقوم الطالب شايل سماعه كده اه دكتور سبليتنج اه ده استنى كده يا دكتور ويحط سماعه على الايبكس كده. ايه ده برودوكسكال سبليتنج او آه وايد سبليتنج طبعا هو هيقوم لافف كده صفر وخلاص. لان المفروض لما يقول لك اخبار السبليتنج يقول له عشان اسمع السبليتنج لازم اكون سامع الاورطه وده هسمعه في اي حته ان شاء الله لو حطيت سماعه على الأمبلايكس. بس لازم كمان اكون سابع البلمونر فلازم لما يسالك سؤال زي إيه ده تقوم شايل السماعه من ودنك وبص له كده يجي له قلمين كمان والله يجي له هو هو السبليتنج اقدر اعلق عليه وانا هنا لحد ما يقول لك انا اسف يا ابني معلش اصل انا اتلخبطت وانا بسالك انا اسف قول له سبليتنج عليه من هنا لازم احط سماعات فين المهم يعني انا بقى اللي يهمني دلوقتي الكلام ده مشروح في الاسكارتيشن شرحه بالظبط لكن اللي يهمني دلوقتي بقى الفيرست ارت اولا ايه اللي بيعلي الفيرست وايه اللي بيوطي الفيرست اللي بيعلي الفيرست بكل بساطه ثلاث حاجات لا رابع لهما انا ما يهمنيش ثلاثه انا يهمني بس ميترال ستنوز حاجتين التانيين اللي هما تاكي كارديا ونود ريزم ما يهمونيش دلوقتي بس النودر ريزم دي هنشرحها في الاريزميا وتاكي كارديا ماشي انما ميترال ستنوس بيعلي الفيرست ميترال سوزس الفرس بيعلى وخد بالك انت اصلا عارف ليه يعني انت لو عندك بص خلي خليتين مخ في دماغك والله العظيم تعرف تالف ليه ده الميترال فالفا اهو صح في الانسان الطبيعي الدم بينزل من فوق لتحت ويفضل يتميلي في الدياستول الدم يعلى 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 والضلفتين ايه يطفوا 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 ما الدم عمال يعلى يعني بص الليفت اللي تحت ده اهو شوف بقى طول الدياستول يعلى يعلى يعلى, يعلى. والضلفتين بيعلوا يعلو يعلو كده خلاص طب يلا بقى هينقبض تك يعمل صوت. تخيل انت لو عندك ميتر سنوز الدم اللي نزل اصلا قليل. فهو مش هيطفوا جامد فهيبقى الضلفتين بعاد عن الايه؟ الباب. فهيجي الليفت فنتركل اللي ينقبض تك تك روح النهارده دلوقتي قوم كده وسيبني واقفل الباب من قريب هيعمل ايه؟ تك طب اقفله من بعيد تك عندك في البيت بتعمل ايه يا ابني؟ ده الميتر سنوز من قريب يا جماعه ده كان ايه؟ الانسان الطبيعي لما هو وشرح لهم الحته دي. هيقولوا لك اه عشان كده الميترال سنوزس يعمل بالبابول فيرست اب هيجي اخوك الصغير هو قاعد كده عايز يعمل اي منكش يقوم قايل لك بس هو كل حالات الميترال سنوزس يعني تعلي الفيرست هو الباب لو رزعته من بعيد لازم يعمل صوت عالي يقول له لا يا حبيبي مش لازم ما يعملش الصوت في حالتين الباب سيبك من الميترال حالتين لو كان الباب بيفوت يعني تيجي ترزعه كده ما بيقفلش كويس يقوم راح داخل على جوه بيفوت يبقى مش هيرزع فمش هيعمل صوت عشان كده الدبل ميترال ما يعليش الفرست الا في حالات معينه لان في حالات هجيبها لكم دابل ميترال والفيرست عالي عادي جدا انما ماشي او لو انت جبت في الباب حطيت مفص... جبس او اسمنت لو حصل كالسيفيكيشن فهيقفل بتقل مش هيرزع معاك بقى طاق. يقفل بتقل كده طب تقل كده يقوم يعمل ايه؟ يعمل ال... شفت بقى؟ بيبقى اذا الميترال سنوزس يعلي الفيرست الا في حالتين لما نيجي نشرح الميترال سلوز... يا جماعه السكيم ثم سكيم ثم سكيم عشان اجي اشرح بقى بقى في فرصه ان احنا نقول بقى حاجات كتير أو بس على بيز انت عارف السكين نبدا بقى ايه خلاص فالفيرس ساوند بيعرف فين ما يترسونز طب بيقل فين ما يترجعش حلو الكلام طب السكند هارت ساوند مين اللي هياثر فيه بقى الاورطه والبالمونج في قاعده فقهيه هنقولها في الاسكالتيشن ايه اللي انا رسمه ده ده ايه اورطه او بالمونري اللي انت عايزه يعني طالما الدم قليل يبقى السكند هارت ساوند ايه ضعيف وطالما الدم كتير يبقى السكند ساوند عالي انا بنشرح الكلام ده لما نيجي اشرحه بص عشان كده يا جماعه في الهايبر تنشن مثلا دم كتير قوي في الأورت، تلاقي السكند ساوند عالي بالمونر هايبر تنشن سكند ساوند عالي طب لو في اورتك ستنوزس الدم اللي خارج قليل يبقى السكند ساوند قليل طب الاورتك ريجيرج الدم برضه هنعرف انه بيرجع وبتاع يبقى السكند ساوند ايه سكندر ساوند هنا هنعرف ان هو ايه يا جماعه ما بيحصلوش حاجه انا بقول لك ليه بعد كده خلاص ولا بيزيد يعني المفروض يبقى فيه فول هنعرف ليه لأ في حالات معينه كده اللي هي السفلس وبتاع بس مبدئيا آه ما بيحصلوش حاجه وهنبقى نعرف ليه. يبقى ده اللي هو الاوسكارتيشن. الفيرست اما اجي اشرح بقى الميترال سنوزس الفيرست ساوند اخباره ايه؟ عالي طب الميترال جيتش قليل الباقي مش قوي بعض الناس يقولوا الأورتكس سنوزس ممكن ياثر على الفيرست ماشي هنبقى يعني نقولها في الأورتكس سنوزس بس مش ده بيت القصيد. تاني عنوان هتكلم عنه المرمر اه قبل الاديشنال ساوند كمان لان ده اهم حاجه في الدنيا وده بقى ركز معايا تركيز غير عادي لان مفيش امتحان ام سي وده حاله العمليه على فكره ده اللي عملش خلاص بص بقى يا ركز معايا تركيز غير عادي المرمر لما تيجي تعلق عنه انت لازم تعلق على ست حاجات والست حاجات يختزلوا في كلمه سكريبت يختزلوا في كلمه ايه؟ سكريبت خلاص الاس سايت ركز بقى معايا على فكره لو ركزت معايا دلوقتي اقسم بالله العظيم انت مش هتذاكر اسكالتيشن خالص ولا فالفر ولا عملي ولا نظري خلاص يعني انت كده تقعد طول عمرك قاعد انت مش محلق في اجواء القاعه بس ركز معايا 10 دقايق بالظبط سايت كاركتر ريليشن اسمع بقى الكلمه دي ودي دايما يتلاعب بيك فيها في الام اس كيو تو الانتنستي المرمر بيبقى هو بره من الزمن فهل بيكريشندو؟ هل بيزيد كريشندو؟ هل بيبقى يعني هنشوف الكلام ده دلوقتي. بروباجيشن بيسمع فين؟ واخر حاجه التايمنج. خلاص؟ قلت لكم انا بسجل نسخه دلوقتي اللي هي مونتاج بقى وشاشه تفاعليه وبتاع بس انا ما زلت مقتنع دي هتنزل على التطبيق ان شاء الله. بس انا ما زلت مقتنع ان البطنه كده. عارف اللي هو الكتابه على الصبوره وتشخبطه كده وتقعد سايت وكاركتر وريليشن انما تفضل وقلبه وفوتوشوب لا لا ما احبش انا كده هيبقى في الفيديوهات دي موجوده ولكن دي هي البطن كده تاخد بالك سايت كاركتر ريليشن تو ريسبيريشن تنستي بروباجيشن تايم طيب. بادئ زي بادئ السته انت لازم تعرفهم اه ليه؟ ليه لازم اعرف الست علق على الست حاجات؟ عشان انت طالب يا ابني اه عشان انت طالب عشان امتحان الام اس كيو بتاعك عشان العمل الراجل يتلعب بيك طب بعد ما تبقى دكتور بقى وتخصصك كارديولوجي تبقى دكتور قلب قد الدنيا لا 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 انا في الدكتور قلب قد الدنيا انا بس كفايه عليا بالنسبه لي ان انا في سايت وتايمنج لان انت تشخص المرض بحاجتين ايه هما المكان والزمان فقط فقط هات المكان ثم الزمان المكان اللي هو فين الاريا اللي هسمع فيها والزمان اللي هو السيستوليك ولا ديستوليك خلاص خلاص ده بس اللي انا عايزه اقدر اقول انت عندك ميترال ولا ريجيرج ولا 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 طب الباقي إيه؟ يعني عشان بقى نتحن الام كيو طيب نبدا بايه اول حاجه السايت طبعا السايت تعالى يعني بقى كده ايه عشان تعرف السايت سهل قوي في الرسمه بس اللي هي دي فين 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 في اهي اهي ده السايت خد بالك بقى السايت ركز بقى معايا لان من هنا بدانا ايه ده الجزء العملي عندنا في اربع صمامات خد بالك ان الاربع صمامات مكانهم فين الا رسمها دي الاسترنا الاربع صمامات اصلا موجودين هنا كده ايه ده يعني لو حطيت سماعتي هنا المفروض احط سماعتي هنا على الاستردم يا ابني ما تحتهم عضمه مش هتسمع حاجه عشان كده انا دايما بروح لاقرب حته اسمع فيها هذا الفالف الحقير لقيت لو حطيت سماعتي هنا مش هسمع حاجه تعرف امتى اسمع هنا لو هو مركب فالف صناعي يعني تبقى صوت ميتاليك اللي هو عامل زي ده ده حاجه تانية انما انا كل صمام فيهم يتسمع في اريا بتاعته فهنا مثلا الاريا دي نبدا بالميترال اهي دي الميترال اريا ميترال اريا دي اللي بتسمع فيها الميترال خد بالك لان الميترال فالف اهو قدامه حته عظمه وبعدين دم يمشي 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 يمشي, يمشي في الفنتركل الفنتركل احنا قلنا هو جاي جنب مش قدام هنا الحته الوحيده اول حته تبان من ايه من الفنتركل هي ايه اللي تبدا تبان لك هنا بقى, بقى بره الايبكس عشان كده بتحط سماتك على الايبكس دي الميترال اريا مكانها فين فيفس ليفت انتركوستال سبيس مش احنا قلنا يا جماعه الحته البارزه دي لما بتنزل كده تلاقي هنا السكند يبقى اللي تحتها ايه ثيرد يعني بص ادي كده السكند اهي يبقى دي ثيرد اللي هي الدايره الخافته دي يبقى اللي تحتها فورث يبقى دي فيفس تقاطعا مع الميد كلافيكولا لاين ميد كلافيكولا لاين مع الفيفث لفت انتركوستال سبيس هنا الابيكس اللي هو غالبا بيبقى تحت النبل بشويه. خلاص؟ ده في الانسان الطبيعي. بدل ميترال اريا. الترايكاسبد بيبقى هنا عند الزفستر ده مكانه هنا بالظبط اهو ده الترايكاسبد يبقى ده الميترال ده الترايكاسبيد, الميتر الترايكاسبيد. تعالى بقى طب ان جي اللي هي البلموناري اريا، بلمونري بيطلع من اليمين عشان تحسه في الشمال هنا كده، دي البلموناري اريا سكند لفت انتركوستال سبيس وعارفين الكلام ده. قدامه هنا ده اللي هو الاورتك اريا بس دي الفيرست اورتك اريا في سكند رايت انتركوستال سبيس طب السكند الاورتك اللي هي السكند اورتك اريا موجوده هنا تحت ان جي ثيرد ليفت انتركوستال سبيس ودي اللي بنسمع فيها الاورتك ريجيرج وهنعرف ليه كمان شويه وان كان انتم هتعرفوا في او خدتوا قبل كده ان الاورتك ريجيرج دم بيرجع من الاورطه اهو دم بيرجع كده ايه الرسمه الجانبيه اللي انا برسمها على الجنب اهي دم بيرجع هنا كده السمع في الحته دي الحته دي اللي اسمها الليفت Ventricular اوت فلو تراكت سيبك من الكلام ده دلوقتي هنبقى يعني نقوله بعدين دي اللي بتبقى موجوده فين دم بيرجع تاني فبيبقى في اورتك اورتك, أورتك أه اي 2 سيبك الكلام ده دلوقتي المهم بقى انا بشوف انا سامع فين المربر ما نيجي نشرح كل صمام طبعا هنقول باكثر تفصيلا يعني اما نيجي نشرح كل مرض هاجي اقول لك مثلا ميترال سنوزس او ميترال جرجي بتسمعوا فين؟ في الميترال اريا على طول الله غلط طب الاورتك فين تقول في الاورتك اريا اقول لك لا ممكن على فكره الاورتك واحد عنده اورتك سنوزس تحط السماعه مصر كلها تسمع فيها المرمر هنا في المنطقه دي كلها ده انت لو حطيت سماعه على السرير ده انت لو حطيت السماعه على صدر الدكتور اللي بيجي ممكن تسمع المرمر انا ببالغ بس ايش يعني عايز اوصل لك ان المرمر ممكن يعمل صوت مش بس في الاريا بتاعته انما هو ما بيحصل زلزال زلزال حصل زلزال مثلا نقول زلزال حصل فين في بتاعت ما بيكتب ليه زلزال حصل وليكن في اسرائيل عشان تمايل بستين هل ممكن يسمع في الدول المحيطه اه بيسمع بس مصدره فين اسرائيل هو ما بيحصل مشكله في الأورت هيبقى المصدر فين في الأورت انما ممكن ينزل تحت بس تلاقيه بيضعف بيضعف يعني هو اه في اسرائيل ممكن يوصل فوق لبنان طب ممكن ينزل تحت فلسطين طب ممكن يبقى مش عارف ايه انما هيضعف يضعف انما المك... المركز بتاعه فين هي دي المهم عشان كده يقول لك ايه بقى جنب كلمه سايت او المكان اكتب اعلى حته سامع فيها المرمر اعلى حته سامع فيها المرمر واضح ولا مش واضح بس كده إيه يبقى اذا المكان اعلى حته سامع في المرمر عشان كده انا دايما اقول ايه انت بتدخل تحط سماعتك هنا كده عند الايبكس لازم تتحرك في ثلاث اتجاهات لازم تروح ناحيه الاجزله لازم تطلع لفوق لازم تروح ناحيه تراي عشان اشوف الصوت بيقل معايا ولا بيزيد لو رحت ناحيه الاجزله لقيت الصوت لسه موجود المرمر الوحيد اللي بتسمع على الايبكس والسماع ناحيه الاجزله هو الميتر مثلا وهكذا الاورطه ايه هتلاقيه بيقل لو انت عندك حاجه في الاورطه الايبكس فيه صوت بس كل ما بتطلع الصوت بيزيد قصدي يزيد, يزيد 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 لحد ما تطلع لفوق ده واخد بالك وهكذا يعني طيب يبقى اذا المكان رجع يكتب تاني كويس يبقى ده كده اللي هو المكان ثم الزمان عايز اعرف بقى في الزمان التايمنج بصوا بقى يا ولاد تايمنج اللي هو ولا دايستوليك في هنا هقولها بطريقتين طريقه حلمنتيشيه دايما بشرحها بثلاث طرق على فكره طريقه حلمنتيشيه للطالب الدولسي وطريقه فهمجيه الطالب العزيز يفهم وطريقه هنتريشية بقى قوي اللي هي بقى الجماعه اللي هو ودي دي, دي بقولها اما اجي اشرح كل مرض بقى يعني كل مرض حي... النهارده انا هقولها لك طريقتين طريقه البصمجيه الاول ودي لا انصح بيها انما يعني ايه تبقى موجوده للطلب الدولسي قوي يعني احنا عندنا في أربعة مرمر صح في ايجكشن سيستوليك وبان سيستوليك تبقوا تحت بعض وابدا دايما بالحرف الاي ايجكشن سيستوليك بان سيستوليك اللي دايستوليك ميد دايستوليك يعني ايجيكشن سيستوليك او بعض الناس بيسموه ميد دا... ميد سيستوليك على فكره بس ايجيكشن سيستوليك انا بنشرحه طبعا على ورقه سنوزس بان سيستوليك اللي دايستوليك ميد دايستوليك الامريكان في كل طب امريكا دايما لما بيجوا يشرحوا الحته دي بيقول لك ان الميرمر عشان تفتكرها على راي او تفتكر احمد موافي احمد موافي انت واخد بالك احمد موافي احمد موافي اللي يبص احمد موافي احمد موافي طبعا الايه اختصار لايه؟ اورطة الام ميترال اورطة ميترال يبقى ايه ايجيكشن سيستوليك يبقى اورتك ايه ايجيكشن سيستوليك يبقى اورتك ستنوز خلاص يعني الحياه سهله وزبادي في الخلاط يعني ايجيكشن سيستوليك أوورتك ستنوز بين سيستوليك ميترال ايه ما تقوليش بقى ميترال انت يعني لان عمره ما كانت الحياه بالسهوله دي برضو يبقى ميترال ريجيرج بقى انت واخد بالك طب هنا ايه اللي دايستوليك سيستوليك ايه اورتك ريجيرج ما احنا قلنا الاستنوزس فوق يا ابني شغل دماغك معايا طب ميت دايستوليك تبقى ايه ميتراريس ستنوزس حتى الامريكان بيقولوا مس وبقت مدام او مدام وكانت مس تاخد بالك دي الطريقه دي الحلمنتشي انا لا انصح بيها بس ساعات بقولها لما يبقى طالب قاعد قوي في الحياه واسئله تمس كيو كتير فيقوم كاتبها كده باختصار ايجكشن ستوليك اورتك ستنوزس ميتراريجرج بانس ستوليك اورتك ريجرج ال دايستوليك مي... انما طب ما تفهمها يا ابني هو انت ما خدتش فيسيولوجي هو انت بص ده ايه والله تفهموها كويس جدا انا يعني ما بحبش الحفاظها خالص ده ايه ده ايه يا اولاد ما تردوا عليا ده الفيرست ستار طب وده ايه ده الفيرست اللي بعديه طب وده ايه ده السكند مش دي كاردك ساي... سايكل خطوه وده ايه سيستول وده ايه ده ستول. صح ولا غلط ده كده ميترال بيقفل وتراي كاس حاجات تانية كتير بس كفايه نكتب ميترال بيقفل طب وهنا اورطه بيقفل خلاص بس كده بس انا عايز اعرف بقى وكل واحد فيهم بيفتح امتى؟ الميترال تعالى بقى نرسمه بالاحمر باللون الاحمر اهو الميترال يا اولاد بيفتح امتى؟ في الدايستول بس يبقى كداب وقليل الادب اللي يقول لك انه بيفتح في اول الدايستول يبقى انت ما عدتش على الفسيولوجي خالص لانه كان بيفتح فين؟ بعد تلت الدايستول بشويه يعني يعدي يعني كده مرحله هنا كده ويجي يفتح هنا هنا ميترال بيفتح حتى المرحله دي كانوا بيسموها زمان في الفسيولوجي في سنه اولى طب يقول لك ايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هي القلب غرفه مصمطه بيبانوا شبابيكه مقفله يعني الاورطه قفل والميترال ايه لسه ما فتحش فالمهم الميترال بيفتح فين بيفتح هنا كده خلاص طب الاورطه بيفتح فين السستول بس يبقى كداب وقليل الادب اللي يقول لك انه بيفتح في اول السستول لانه بيفتح فين هنا كده فيبقى هنا الاورطه بيفتح هنا حتى دي كنا بنسميها ايزومتريك ايه؟ تعرف ان انت لو رحت سالت نجار والله العظيم نجار مش دكتور خالص رحت لاي نجار قلت له بقول لك ايه؟ انا بذاكر الصمامات وملخبطاني ومجنناني اقول لك في ايه يا ابني؟ قول له يا نجار هو الصمام لما يبقى ضيق او الباب لما يبقى ضيق او الباب بيفوت المشكله بتبان امتى؟ هيقوم قال لك الكلمه اللي انا هقولها لك دلوقتي ان مشكله اي واكتبوها بالعربي بقى مشكله اي صمام ضيق تبان وهو ايه؟ يعني اما اقول لك الباب ده دا ضيق هتبانه وهو ايه؟ مفتوح ولا مقفول؟ ينفع يبقى الباب مقفول وتقول الباب ضيق؟ انت سنين يا ابني. يبقى مشكله اي صمام ضيق تبان وهو مفتوح أن... طب لما اقول لك الباب ده بيفوت يبقى تبانه وهو ايه؟ مقفول. يبقى النجار هيقول لك ايه؟ مشكله اي صمام ضيق تبان وهو مفتوح. بينما اي صمام بيفوت تبان هو ايه؟ مقفول. يعني الصمام مقفول المفروض ما يعديش، الباب مقفول وما ذاك بنعدي كلنا، يبقى بيفوت. طب ما المرمر بص على كارديك سايكل وقال لي فنت على فكره وانا بصص لكم في الكاميرا كده انا مش عارف المرمر عامل ازاي انما هبص في الرسمه يعني مثلا ميترال سينوزس حد يقولوا كده؟ سيبك بقى الطريقه الحلمنتشيه اللي احنا قلناها من شويه ماشي دي حلمنتشيه طالب الدولسي انما انا عايز الطالب هنتريش الطب المحلق في اجواء القاع اللي هو تيجي تقول له ميترال وفي الشفه وما تقولهاش مباشره قول له يا دكتور ميترال سينوزس ستنوزس يبقى تبان هو مفتوح طب هو الميترال بيفتح امتى؟ قول له كده في الشفه بيفتح امتى؟ يقول أيوة قايل لك يا ابني بيفتح في داستولي يدوله على مين ويقول له لا ما يفتحش في داستولي. بيفتح بعد ايه؟ ميد داستولي شوف فالمرمر يبقى عامل ازاي بقى تعالى نرسمه هنا كده يفضل فاتح 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 ويقفل هنا كده يا يبقى الصوت شوف ميد ميد داستوليك فاتح فاتح لحد السستول يقوموا يسموه ايه؟ الطالب الحلمنتيشي حافظ ميد داستوليك انما احنا هنقول ايه بقى؟ ميد داستوليك بري سيستوليك يقوم لو واحد فيكم قول ملاحظه يقول في سؤال اقول له ايه هو يقول لي هو انت رسم رسمه عامله كده ليه اقول لك لان الصوت بيبقى كده انتوا واخدين بالكم ايه اللي حصل حصل بري سيستوليك اكسنتويشن يعني ايه يعني الصوت بيبقى عامل كده بالظبط اور لا ما بيبقاش كده ما بيبقاش اور كده بيبقى عامل زي بقى اور 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 شفت اللي هو بري سيستوليك اكسنتويشن ليه لان الدم في الدايستول مين مذاكر كارديك سايكل في سنه اولى طب دم بينزل في الدستول بتاثير ايه؟ اوعى تقول الجاذبيه. لو انت قلت لي الجاذبيه انا بعديها لان الموضوع اكبر بكتير من ان انا اقف في التفاصيل الصغيره دي، انما انت ممكن تدخل لابو لهب بقى من 1900 وخشبه، وبالذات الدكاتره بعض الدكاتره المصريين بقى لهم قدام قوي. وانت ما تقول جرافيتي تقول بتأثير الجاذبيه يستظرف معانا ايه ده؟ اه 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 الجاذبيه يعني لو طلعت سطح القمر الدم مش هينزل ها ويقعد ايه ويجيب اصحابه الدكاتره اللي زيه لا ما تدروش فرصه ان هو ايه يشتغل كله بتاثير البريشر جريدينت المهم قول له يا دكتور بص له كده وقول له المهم ان الدم بينزل دون الحاجه للاتريال كونتراكشن كم في الميه بينزل من غير اتريال كونتراكشن 70% في المية. يوم يتبقى 30% في المية. يوم الاتريم يتدخل بقى طق 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 عشان ينزل ال 30 الباقيين لما ينقبض يقوموا ينزلوا ايه اسرع ولما ينزلوا اسرع الصوت ايه وعشان كده يقول لك بريسيستوليك اكسنتويشن يبقى الصوت عامل أره. أرر. يوم واحد فيكم يقول لي أقوله اقول له في ايه يا ابني بتتنهد ليه يقول لي يا, له يا لي. يقول له دكتور لان الميتر ستنوزس طب انا اسال سؤال وانا فاتح المايكات امتى ما يبقاش في بريستوريك اكسنتويشن لو ما فيش اتريام ايه كونتراكشن وامتى ما يبقاش في اتريال كونتراكشن لو هذا العيان عنده اي فيب يعني اتريال فايبريليشن اللي هو الاتريام ما بينقبضش يوم اللي بينزل 70% بس وبيتبقى 30% عشان كده بيعملوا جلطات وبتاع. ايه فب خصوصا يوم واحد ممكن قاعد في الحياه ما ذاكرش خالص بقى. يقول لها يا دكتور ايه الكلام الاسرائيليات اللي انت بتقوله ده؟ يعني العيان هيبقى عنده ميترال سنوزس وكمان عنده ايه فيب. اقول لك يا ابني ما انت 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 مدرك الكلام اللي انت بتقوله؟ انت عارف اهم سبب في الدنيا يعمل ايه فيب هو ايه؟ انت عارف اهم سببين ايه عشان يبقوا جمله موسيقيه بالمره ونتمايل كده كلنا ونحب البطنه. اهم سببين يعملوا اي فيب والسؤال ده بيجي ام اس كيو وبيجي نظري اهم سببين يعملوا اي فيب ار تاخد بأيديك كده في الشفه وراس اصله كده تقول له يا دكتور ممكن حضرتك تقوم يوم يقوم يقوم قوم واخد بايده كده وقول له مايترال ستنوزس اند ثايرو مايترال هو نفسه يقول لك طب كمان مره كمان ميترال مايترال ستنوزس اند ثايرو السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل اي فيب از مايترال ستنوزس يا yeah. عشان كده العيان اللي عنده مايترال ستنوزس ممكن يدخل في اي فيب تلاقي الصوت عامل ازاي بقى؟ اور أر... يبقى الصوت الع... العائل... الفيرسر ساوند عالي لوب تك بيبقى في اوبننج سناب كده هنبقى نقول فبيبقى الصوت عامل كده بالظبط لوب تك اور لوب... أر... طب لو دخل في ايه فيب تلاقي بقى اور وهكذا واخد بالك؟ فيبقى هنا التايمنج سهل ولا صعب؟ سهل يا جماعه بالطريقه دي قوي طب انا عايز اللي تقولوا بقى واحد عنده ميتر الرجارش طبعا من كده نشرح كل الصمام بقى كل مره هنقول بقى بالتفصيل اللي مركزين فيه قوي بس دلوقتي انا عايزك تجيب انت واحد عنده ميتر الرجارش بص في الرسمه ميتر افتكر كلام النجار بيفوت يبقى تبان الفضيحه وهو مقفول طب الميتر بيقفل امتى؟ ميتر بيقفل امتى؟ يف... اهو ميتر بيقفل اهو بيفضل قافل 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 طول السيستول ده ما بيفتحش الا بعد شويه في الداستور ايه ده؟ بس هو هنا بيفوت يبقى الصوت عامل ازاي بقى؟ بان سيستوليك مرمر يا تسمع الصوت اه دي لانه بيبقى سوفت بلونج هنقول كمان شويه طول السيستول طول السيستول في سوفت بلونج على فكره انا برضو في نقطه عايز اقولها تبقوا واخدين بالكم منها يا جماعه في الشفوي او في العملي هي مشكله ان في طلبه للاسف بقى دلوقتي بحس ان العملي ده بقى ايه و مش عايز أ يعني اقول الكلام على يعني بس بحس ان هو بقى مش ده العمل يا جماعه اللي هو الطبيعي وحالات وتعالى شوفها مش عارف ايه والبقى ليهم متع... كلام فارغ طبعا ليه لان يا جماعه انت اصلا مشكله مش عمليه ان انت تبقى عارف الحاجه يعني مثلا طالب داخل يقول لك ايه اللي عنده ميد سيستوليك ميرمر انا نفسي تقول اقول لفظ هو انت يا ابني ايكو مش هتقول لي ميد سيستوليك هتقول سيستوليك ميرمر وخلاص عشان كده دايما بقول للطلبه بقول سيستوليك مرمر او ديستوليك مرمر حتى قدام الدكتور كده تبقى ايه يقول له يا دكتور عايز تقول بقى انت يعني عارف الحاله ولقطها قول له نص بروبا يا دكتور هو مت او ايه اللي او انت واخد بالك انما اقول سيستوليك مرمر او دايستوليك مرمر انت مش ايكو يا ابني ده الايكو بقى اللي يقول لي ده مد ولا ايه ولا انت اتفقنا فاهم انا قصدي ايه المهم يعني فالمهم دي طريقه الايه الطريقه الفهمجيه اللي عايز يفهم بالكاردك سايكل طبعا انا عايزك تفهمها دلوقتي ولكن لما نيجي نشرح كل موضوع ابقى بشرح موضوع لوحده فانا بقى مركزين فيه اكتر يعني بس احنا قلنا بنعلق على كام حاجه ست حاجات سكريبت اس كاركتر ريليشن تو ريسبيريشن طب نخلص من الريليشن تو ريسبيريشن كده ريليشن تو ريسبيريشن اجيب من اخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه اجيب من اخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه نرد عليا نيجي من اخر ونتبنلف وندور في دائرة مفراغة لما نيجي نشرح كل مرض لوحده. أي مرض في الشمال أي مرض فين؟ في الشمال. يعني إيه في الشمال؟ يعني أورطة أو, أو ميتر. أي مرض يعني أي مرض؟ يعني ستينوزس أو رجال ستينوزس أو رجرش. يزيد بالإكسبيريشن ولا بالإنسبيريشن؟ بص يا ابني أنت لو فكرت تاخد صفر. يعني لو إيه امتلاع في دماغك ايه ايه بتقول يا دكتور؟ استنى كده لان هنا هيتلاعب بيك هو نفسه بقى هيقول لك بص يا ابني اي مرض موجود في الشمال شمال يعني ايه بالانجليزي مين يقول انا ما بسالش سؤال طبي يعني رد عليا شمال يعني ايه بالانجليزي لفت <متصفيق> ليفت برافو عليك برافو عليك ليفت اكتب ليفت كده اول حرف في كلمه ليفت سيبك منه بصيل على ثاني حرف كده خدت بالك خدت بالك منه وكل اللي عايز اقوله وصل خلاص واحيانا يكون الصمت ابلغ مليون مره من اي كلام وفي شفه بقى نفسي يقول لك ايه هو دكتور ايه هو بيزيد في الاكسبيريشن ولا في الانسبيريشن قول له هو الصمام ليفت في الشمال ولا اليمين يقول لك في الشمال قول له اكتب لفت كده واعمل له خط تحت كلمه اي تحت حرف الاي بس لما تعمل حرف تحت حرف الاي يبقى كل عايز اقوله وصل خلاص ليه لان اي اكسبيريشن اكسبيريشن يبقى اي صمام في الشمال بيزيد بالاكسبيريشن طب اي سمون في اليمين يمين يعني ايه بالانجليزي رايت right. خلاص رايت وما دام رايت ندخل كده للاسف القلم في عايز تغيير مش مشكله ندخل بقى في الرايت ار اي right. القلم ما بيكتبش دلوقتي right. فانتوا بقى عارفين طبعا كلمه رايت right. هنا حرف في كلمه رايت ايه اي يبقى بيزيد بالايه بالانسبايرشن هي الكلام اللي بقوله ده مش موجود في السكيم انما مشروح بقى في كل مرض يعني لما نيجي مثلا في الميترال ده الميترال اهو الاناتومي بقى والحاجات دي شوف روماتيك هنشرح بقى ليه الروماتيك فيفر كاريكومبولوس انفلنت والنومن والفاتت هيموداينامكس الميكانيزم بتاع الهايبرتنشن عارف ان اربع ميكانيزمات المراحل اهي وهكذا انسبكشن مش عارف ايه النورمال طبعا اكسنتود كل الكلام ده على مش هتذاكره ما انت من, من السكيم اصلا اديشنال ساوند اوبننج سناب ومش عارف ايه انا بنقولها سكريبت هتلاقي بقى ايه اي صمام بيزيد في الشمال اهو رجع يكتب تاني يبقى اكس باي ريشا. اي صمام بقى في اليمين رايت ده حرف كلمه رايت ايه اه يبقى بيزيد بالانسبيريشن شوف انا بقولها بكل بساطه وبرده برده في الامتحان العملي والله العظيم هتلاقي واحده برده داخله امتحان عملي قولي لي يا بنتي إيه حالتك ايه اوورتك ريجيرجيا يا دكتور طب هو المرمر يزيد لما ياخد نفس ولا لما يخرج نفس المفروض اورطة يعني ايه؟ شمال يبقى لما يخرج نفس. هل فيها مشكلة؟ هو يقول لها ايه ده؟ لما بيخرج نفس اولا بقى بتلاقي كله اتلخبط ومش عارف ايه وبتاع. خلاص يا جماعة شمال اي اكسبايريشن. واضح؟ يقوم قايل لها طب الاورطة كسنوس ما نفس الحكاية. ما دام شمال يبقى بالاكسبايريشن. ما دام يمين يبقى بالإنسبيريشن وانت عارف ليه على فكرة؟ بس هي المشكلة ما كل الطلبة عارفين ليه؟ لكن برضه بيدخل في العمل بيتلخبط فلازم تبقى ماسك خيوط اللعبة في واضح ولا مش واضح؟ بس كده. انت عارف ليه طبعا اي صمام في الشمال ليه بيزيد بالاكسبيريشن عارف لما يسالك السؤال ده في الامتحان احلى اجابه ايه والله العظيم واسمع مني واسمع كلامي قول له يا راجل بس كده يا راجل بس كده, كده. واستنى لما يجي يديك صفر كده اقول له لا وطير كده اقول له ايه اقول له يا دكتور اكسبيريشن يعني هو بيفضل الهواء فطبيعي جدا لوجيك جدا يبقى الميرمر تسمعه احسن لان الصوت سيصبح اكثر نقاءا وصفاءً يوم قايل لك طب الانسبيريشن ليه بيزود الصمامات اللي في اليمين؟ قول خد نفس كده لما بتاخد نفس الفينس ريتيرن بي بيزيد ولما الفينس ريتيرن بيزيد يبقى هيعمل ايه؟ هيعدي على اليمين عشان كده لما اكون حاطط سماعتي هنا بصوا الحته دي عشان ايه؟ ستوب الشير كده عشان ايه؟ لما اكون حاطط سماعتي هنا كده ومش قادر احدد هو الصوت جاي من ميترا الاعلى ولا الترايكاسبت مش قادر احدد هو ميتر ولا الترايكاسبت اعمل ايه؟ اقول له بكل بساطه خد نفس ياخد نفس ليه المربر بيتسمع اعلى يبقى هو ترايكاسبت يبقى هو يمين تاخد طيب بالك لقيت المرمر بيتسمع اعلى لما هو يخرج نفس يبقى هو شمال مايترال وهكذا يعني فالحته دي حته مهمه جدا عشان كده لو انت مش قادر تحدد هو انت شمال ولا يمين اصلا واخد بالك اتمنى تكونوا فاهمين الحته دي طيب باقي احنا خلاص هنخلص بس هقول المرمر وخلاص ونكمل المره الجايه وبعدين ندخل في اول مرض ندخل نبدا بالاورطه بقى ان شاء الله بصوا يا جماعه في بقى اخر حاجه اللي هي احنا قلنا السايتس قلنا الريليشن قلنا التايمينج تعال نشوف الكاركتر الكاركتر يعني ايه كاركتر الاول هو الميرمر اصلا هو عباره عن ايه عباره عن خناقه خناقه ما, إيه؟ ما, ما بين ايه وايه وركز بقى معايا عشان الحته دي ايه ساعات بتيجي في الام اس كيو برده خناقه ما بين تو تشيمبرز خلاص خناقه ما بين ايه تو تشيمبرز واضح؟ طيب. للأسف اللي طب أرسم بإيدي بقى لأن انا تقريبًا من خلص. أهو. تو تشامبر بسرعة لأنه تقريبًا بفض شحن. أنواع الخناقات إيه؟ يا إما خناقة بين اتنين فرافير. يا إما خناقة بين واحد قوي وواحد ضعيف. يا إما خناقة بين اتنين أقوياء مش دي أنواع الخناقات ولا في خناقات تانية؟ تعالى نبدا لو واحد قوي وواحد ضعيف زي مثلا الريجيرش لان مثلا اورتك ريجيرش ادي الاورطه اهو اورتك ريجيرش المشكله ان في شويه دم وقلالات الادب في الاورطه بيرجعوا لايه؟ يرجعوا على الليفت فنتكل اثناء الدايستول المفروض في الدايستول الدم ما يرجعش لكن هنا في شويه دم وقلالات الادب بيقوموا راجعين كده اسال نفسك اثناء الدايستول الضغط هنا كام في الاورطه؟ 80 مش هو 110 على 80 طب الضغط في الليفت فنتكل كام؟ صفر ايه ده؟ انا اعتقد لو انت حطيت ودنك على صدر العيان هتسمع الاورطه بيقول الليفت فنتركل يا ليفت فنتركل يا ليفت فنتركل خد شويه دم دول يوم الليفت فنتركل يقول له ايه؟ يقول له ممنوع ممنوع ترجع لي الدم تاني يوم يضحك تسمع ده اه 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 يا ابني شوف عودك شوف عودي انا 80 انت صفر ده انا لو نفخت فيك اطيرك وفعلا اليوم... يوم يوم نافخ فيك كده عشان كده الصوت بيبقى سوفت بلوينج عشان كده صعب تسمعه تحط سماعتك هنا كده انت بتبقى حاططها على الايبكس الاول تلاقيه لبح تطلع كل ما تطلع صوت يصبح اكثر وضوحا لانه جاي من الايه السكند اورت بيبقى كده بالظبط يا جماعه هنا لبطه لبطه كده واخد بالك وعشان كده بيبقى سوفت بلونج عشان كده صعب تسمعه بينه وبين يبقى لو واحد قوي بيتخانق مع واحد ضعيف بيبقى الصوت سوفت بلونج طب لو واحد اتنين اقوياء زي الاورتكس ستنوزس أورتكس ستنوزس خناقه برضو ما بين الليفت فينتريكل والاورطه بس المره دي اثناء السيستول لانه استنوزس بنو الفالف مفتوح فاثناء السستول هنا 120 وهنا 120 اثنين اقوياء مصر كلها هيبقى صوت عرش عرش مصر كلها تسمع الخناقه دي لو انت قاعد واثنين اقوياء بيتخانقوا طق طق طب لو اثنين فرافير اثنين فرافير تخيل كده حماده وتوتو بيتخانقوا مع بعض ايه اللي بيحصل؟ حماده بيقوم ماسك توتو طق هبدو يوم توتو ايه ماسك حماده انت ينفض هدوم الاول يقوم ايه فقاعدين بيعملوا لو انت قاعد على قهوه او قاعد في النادي وحماده وتوتو عيلين صغيرين كده قاعدين بيتخانقوا هما ما بيعملوش صوت جامد قوي بس برضه مش صوت ضعيف قوي تلاقي الصوت متقطع قاعدين بيفتحوا على بعض الموبايلات عاملين دوشه كده يسموها رامبلنج مرمر ما هو الرامبلنج مرمر اللي هو صوت متقطع تقول لي انا مش عارفه برضه ده ايه الرامبلنج ده هو كلمة رامبلنج اللي هو صوت حجر انت من فوق جبل عالي اللي ش... يعني انت لو حد فيكم بيتكلم انجليزي كويس رامبلنج دي معناها ايه باللغة الانجليزية الفصحى فصحى مش العامية رامبلنج بالفصحى اللي هو صوت صخرة وقع من فوق جبل غير مستوي فتعمل تك 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 كده اقول لك انا رامبلنج بقى باللغة الرامبلنج يعني لما تجيب ازازة مش ازازة عادية ازازة شمبانيا وتحط فيها مية انت واخد بالك؟ او شمبانيا يعني ازاز الشمبانيا وهقول لك ليه ازاز الشمبانيا كمان شويه بتقوم قلبها كده الميه بتنزل صح؟ بس تنزل عامل ازاي بقى؟ سيبوكم انتوا على ازاز شمبانيا ولا لما تجيب قله قله تقوم فيها ميه تقوم الميه منزلها كده ايه اللي بيحصل؟ بينزل صوت باب 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 ليه قلت ازاز شمبانيا؟ لان يعني ازاز الشمبانيا يا جماعه مين شاطر يقول بما تمتاز ازازه الشمبانيا عن اي ازازه ثانيه؟ ان ازاز الشمبانيا مش عارف عارفين الحكايه دي ولا لا لازم تبقى فوقها ضيقه ولا لا. مش ميه فالفوا بتبقى ضيقه كده وطويله كده انت واخد بالك هتيجي تنزل الميه تلاقي باب بب 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 بب, بب كده هقول له قول وخلاص فتلاقي الصوت ايه رامبلنج رامبلنج بينزل متقطع كده يبقى اثنين فرافير يبقى لما يقول لك تعالى شوف الميترال سينوزس مشكله ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل اثناء مين الدايستول الضغط هنا كام نقول 6 هنا صفر او واحد ايه ده ايه ده 6 و ده قاعدين يتخانقوا مع بعض بروفير رامبلنج عشان كده الصوت بيبقى ايه رر رر مش مسره او لا ده صوت متقطع كده ومفيش ولا حاله موجوده حاليا لحد دلوقتي في كل الحالات في كل الجامعات بتدخل الإمتحانات تسمع فيها رامبلنج مرمر اخر حاجه عايزين نقولها البروباجيشن طبعا الانتنس ده هنقوله بقى في كل مرض ان شاء الله اللي بعرفينه مثلا في اورتكسنوزس بيبقى كريشندو ديكريشندو مش عارف قلنا المايترال سونوز بيبقى ميد دايستوليك بري بروباجيشن بيسمع فين؟ الميترال سنوزس ما بيسمعش في حته لوكاليزد لان بكل بساطه في الميترال سنوزس كل اللي حصل الدم نازل في الاتجاه الطبيعي وهنا ايه؟ هو معدي لقى الحته دي ضيقه فعمل لك صوت هنا بس لغط هنا كده في الحته دي وخلاص لما بينزل في نفس الاتجاه غير مثلا مثلا عندهم ميترال دم بيرجع من تحت لفوق ده ابنورمال ابنورمال اصلا اتجاه يعني ابنورمال ايه يا جماعه فلو تيار دم نازل من المفروض الدم ينزل من فوق لتحت هنا بقى من تحت لفوق فيقوم يخلي الدم على حسب بقى انت الانتيرو اللي مفوته ولا تبص له لاترال لو انتيرو ميديا تبقى الاجزله يسمع في الاجزله وهو المرمر الوحيد اللي تسمع عند الايبكس وسمع ناحيه الاجزله لو بص له لاترال يسمع ناحيه البيز اوف حتى اقول لك انتيرو وده الموست كومن ناحيه الاجزله بصيله لاترال ناحيه البيز الحته دي مهمه على فكره وليها اهميه في الاسكيميك كارت ديزيز ايه الاهميه هنبقى نقولها بعدين واخد بالك الاورتيك سنوزس ده مصر كلها بيسمع تحت وفوق ويوصل للكاروتيد وعلى كده وهكذا خلاص كل طبعا بروباجيشن هنقوله كويس جدا في كل مره بس ده كده اللي هو الميرمر اديشنال ساوندز بصوا بقى الاديشنال ساوندز ذاكروه انتوا هنزله كده سهل او اوبننج سناب وكده عشان نبدا على طول وزي المركب الشراعي وشرحناه كتير قوي موجود على التطبيق كويس جدا فنزل لكم الكوبليه ده بحيث ان احنا نبدا من انفستيجيشنز وبعدين نكمل نبدا بقى المايتر او الاورطه وات ايفر مرض مرض بقى من المره الجايه ان شاء الله بس اهم حاجه يا جماعه تذاكروا السكيم كويس قوي السكيم لما تذاكروها كويس جدا وفكرونا ابعت لكم ورق العملي من منظور اخر وهتلاقوا الامور سهله جدا جدا جدا، المهم ده اصعب موضوع على فكره في الكارديولوجي، وانا بحب ابدا بيه لان عشان لو حد عملي شغال كارديولوجي او اشوف حالات يبقى برضه عارف الموضوع ده كويس جدا جدا جدا. خدوا بالكم من نفسكم ما تكلموش حد غريب وان شاء الله هنزل لكم المواعيد على الجروب برده الباقيه. الميعاد امتى وهنزل لكم الورق بتاع المنظور اخر ده وورق الفالفر يا جماعه تبقى موجوده يوم ان شاء الله السبت او الاحد باذن الله تبقى موجوده كتب الطبعه الجديده كلها للناس اللي بتسال عليها خدوا بالكم من نفسكم ما تكلموش حد غريب واشوف وشكم بخير ان شاء الله مع السلامه